مساء الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا راح يتابعوا معنا حلقه جديده من النشر. عناويننا ليله كثيره ابرزها، راح يكون معنا الوزير مروان شربل ليحكي هل هو فعلا برر سلاح الاسير او لا. موضوع رجال الدين عم يتجدد بين موضوع الابتزاز المادي وموضوع التحرش الجنسي. جريمه برج حمود 15 طعنه لامه ومن ثم رمى حاله من الشرفه. زينب قصتها كثير كبيره بموضوع السجون، هل هن مراكز تاهيل او هن مراكز تحضير لمجرمين اشرس؟ رح نشوف شريط سوا ومن بعدها نبلش حلقتنا. بحلقه الليله من للنشر، من سجن النساء الى للنشر. ونام معه بقلب النظاره قدامي. اليسا في قفص الاتهام والمواجهه في للنشر. موطني ما علاقة داعش بقتل الابن لوالدته في برج حمود؟ هو وظاهر عم بصرخ الحقوني، دخيلكم ما بعرف شو عطوني. داعش لحقني بدهم يقتلوني. وللنشر يكشف لأول مرة عن سالفيا، مادة مخدرة خطيرة تغزو الأحياء الفقيرة. بعد الأبونا رقوة سماحة الشيخ بالتحرش الجنسي. فكس حاضر، فكس من فوق أو نزلي. للنشر يحذر من سرقة الأعضاء في غرف العمليات. يا أخي أنا طبيت كرمال بحثة، كيلوتي راحت ليش؟ وين وديتوها؟ للنشر يبث تسجيلاً لمروان شربل يبرر فيه تسلح الأسير. بما أنه مواضيعنا الليلة كتير مشاهدينا، رح نستغني الليلة عن المقدمة ورح نبلش مباشرة بأول موضوع. أنه يكون في صديق طعنك بالظهر ممكن تصير، انه يكون في صحافي حابب يشهر بحدا لينشهر كمان ممكن تصير، بس انه السجون نفسها تكون مدارس للتعذيب ولهوامات جنسيه ولاسلوب عصابات بالتعاطي مع المساجين، هيدا السؤال الكبير. خلينا نشوف قصه زينب ونبدا اول فقره الليله. بشعة، موجعة وصادمة، تأتي الحقيقة في أقبح صورها أحياناً. زينب الخارجة حديثاً من سجن النساء في بعبدة تفضح في للنشر بعضاً من حقائق معاناتها. بيقول لي أنا كتب فيكي مقال وهيدا هو المقال، بفرجيني عليه عن بعيد وبيرجع بحطه. قلت له لو سمحت قريني إياه. بيقول لي شو قصة المخدرات والدعارة وما بعرف شو. قلت له أنا قلت له جيب لي دليل. هون لما قلت له جيب لي دليل شحطني برا على الكوريدور واجوا اثنين شباب ومعهم دراكية وهو يعني أربع علي، حطوني بالأرض ونزلوا فيه ضرب. جرة قلم إذن مقال صحفي كان كافياً لتدمير مستقبل زينب ورميها خلف القضبان باسم العدالة. لكن ماذا تقول زينب؟ يعني اللي هن عم يحبسونا كرمال وكذب، لأنه هن أصلاً عم يأمنوا لنا إياه. المخدرات موجودة وبسهل كتير انك تجيبها وتتعاطاها. انا شفت بعيني بنات قادرة تقدر تروح بالاتفاقية مع عم قلكن يعني الدولة بالاتفاقية مع الدولة تروح من سجن النسوان على سجن الرجال او تطلع مأزونية ساعة او ساعتين كأنها شي موظف الدولة هي مش مسجونة او انه يعملها مرئية انه هي مريضة على اساس انه تروح على المستشفى بس تكون كزدورة. زينب لم تعد خائفة اليوم، وما ستكشف عنه الآن يتعدى حدود المعقول. أثناء تواجدي في بنت كانت عم تطلع من كريزة مخدرات، هي بقلب النظارة بيقوم بيقول لها عما بقلبك عجبتيني، بس بأسلوب تاني سرتيني يعني انثار لها للبنت ونام معها بقلب النظارة قدامي. شلح عادي، قلت له ليك إذا بتقرب علي أنا عندي استعداد أقتل حالي وأقتلك، ما عندي مشكلة. قال لي سدي بوزك ولي ما حدا قرب صوبك، إبري قاعدة بالزاوية. ونام معه للبنت قدامي. عم يحكوا عن السحاق وعم يحكوا عن هذا، ما السجن فوق مليان سحاق واللي بيتحرش فينا هن ولاد الدولة. البنات الضباط اللي أنتوا عم تجيبوهم والملازمين والمسؤولين اللي أنتوا عم تجيبوهم والمدراء تعولات السجون هن موجودين فوق من أول ناس بيعلموك السحاق.
بعد أن فقدت كل ما لديها بين ليلة وضحاها، هي لا تريد أكثر من إظهار براءتها وطرح سؤال واحد: بأي ذنب اعتقلت؟ وأنا ماني مدعومة وماني واقفة على حدا، وطلعت ولو إنساني محقوقة ما بطلع بفضح حالي على شيء تافه، وبطلع بوجه أنا بس حتى هاي محترمة الحجاب اللي أنتوا شلحتوني إياه، لأنا هلا بلا شغل ما معي جيبه لهيدا الحجاب. وعلى العموم أنا مش محقوقة، لأنه هيدا ذنبكم أنتوا مع رب العالمين، بتبقوا أنتوا هيدا بتتحاسبوا عليه. أنا ما شلحت بمزاجي، أنتوا اللي شلحتوني وأنتوا اللي عملتوا فيي هيك. مين بده يشكي الدولة؟ ما أنتوا الدولة اللي عم تأذونا، مين بده يشكيكم؟ نشكيكم نحن، بنشكيكم لله. يعني هالأيام حتى المنيح نحن محقوقين، نحن محاسبين عليه. يعني هيك عم يخلونا نحن، انا هلا اذا بشوف واحد ميت بالشارع انا ما بقى امرق او شيله او انقذه، ما بدي تدعموني ابدا ابدا. انسانيا راجعوا التحقيق، اطلبوا الناس المختصه، نور الغجر ونهله ناصر الدين، اطلبوا لي اياهم. بهالمحور رح تكون ضيفتنا زينب صالح، وهي اللي كانت عم تحكي بالروبورتاج وصاحبة القصة وشاهدة من داخل سجن النساء، ورح تكون كمان ضيفتنا نهلة ناصر الدين الصحفية اللي كانت عم تحكي عنها زينب. ختمت بأنه لازم نهلة ونورا يتحاسبوا، بلشيلي هالحكاية بشكل مختصر. أول شيء ببتدي باعتقالي. 19/11 نزلت من 2014، نزلت من الفوية رايحة الساعة 11 على الشغل كالعادة، بطلع بفان بوصل قدام الجامعة، فهي بتعرف انه نحن وين بنكون بنوقف، بوصل لحد الجامعة بالضبط، بيتوقف الفان، بنزل منه باسلوب همجي، باسلوب هيدا بتوقف العالم بتقول شو عاملة ابصر شو عاملة هالحيوانة، بنشحط بطلع خطف بسيارة وهيك، بينزلوني لتحت على الاخر بالسيارة، بقول له انا شو عاملة، بأي حق عم يعني بأي حق مين انت؟ بيقول لي هلا بتعرف فوق، قلت له وين فوق؟ قال لي بالمعلومات. مهم بوصل على المعلومات، بفوت بيفحصوني وما بعرف شو بيعملوا، بيشلحونا تيابنا وهيدا على أساس إنه ما خايفين علينا كتير نقتل حالنا. المهم بوجودي أثناء التحقيق بفوت بيقوم بيقول لي أول كلمة بدك تعترفي. قلت له إيه عفوا بشو؟ بيقول لي لا تعملي حالك إنه أنت ما بتعرفي شي، ولي يطرقني أول كاب. هون بنصدم، بقول له كمل شو عطيني وأنا مستعدة، أنا إنساني ما بخاف وكل العالم تعرفني، أنا إذا علي حق أوكي أنا ما عندي مشكلة، حاسبني بس أنا بشو عاملة. بيقول لي بلا بدك تحكي، طب اوكي شو عامله؟ بيقول لي عم كلام زفير، يا يعني بنت الكذا والكذا. قلت له انا عم تسب لي امي؟ انت من وين بتعرفني ومن وين بتعرف امي؟ انت بدك تسب لي امي؟ اعطيني من الاخر. المهم بيقول لي شو كلامك عن المخدرات وهيدا شو بتقولي؟ قلت له عن شو؟ بيقوم بيعطيني ورقه عليها صوره بنت بالزلط، لدرجه انه العالم فكر انه هيدي انا بنت بالزلط، تشبيه يعني، وتحت مقال بايد نهله ناصر الدين جريده البلد. المهم انا بقول له اوكي بيصير يعطيني عنوان. نهله ناصر الدين اللي هي اصلا كانت ساكنه معك بالفوية. بالضبط. نوضح للناس. اوكي اكيد نهله ناصر الدين هي مع بالفوية. فبقوم انا اوكي بقول له يعني مين هيك؟ بيقول لي نهله ناصر الدين. قلت له اوكي هاي البنت قاعده كانت معي بالفوية. قال لي بالفوية؟ قلت له انا ايه يعني هيدا. قال اوكي اعترفي. اوكي شو بدي اعترف؟ على نوره. قلت له بخصوص شو بدي اعترف على نورا؟ المخدرات ودعاره وبتاجر بالبنات وهيك، انا ما عندي مشكله. بس لاقول لك كمان المشاهدين مين نورا. نورا هي كانت نورا اللي هي كانت جارتنا، اجت نازحه، انا استقبلتها، انا هيدي عادتي مع كل العالم فوق بستقبل كمان بالفوية. كمان بالفوية؟ لا انا هونيك اهلي، هونيك بلدي، مواليد النبطيه انا. أوكي. فالمهم بوجودي هونيك بتعرف عليها، بمعرفتي فيها كيف بتصير، بانه كل يوم الساعه 3 الصبح نسمع صوتها، هاي المره اركض انا والجيران نشيلها، جوزها عم يضربها بالجازور. بس خلينا نوضح للمشاهدين، نحن عم نحكي عن نورا اللي كنت عايشه معها بالنبطيه قبل ما تروحي على الفويه اللي نهله موجوده فيه. بس لما قلت انا انه انت نورا استقبلتيها كمان بالفويه، من وقتها هي عرفت نهله. صحيح. وركبوا هالفيلم عليكي اللي انت انحبست كرمال. سوري انا بس لا هرجع هي باول بحكي بلسانها، هرجع احكيكي. فانا بوجودي يعني هونيك، فهي كانت جارتي من 7 أشهر، صار في تاتش بيني وبين جوزها، انا تركت جنوب، بعدت عن الجنوب ونزلت على الفوية. هي معرفتي بنهله ناصر الدين. نهله ناصر الدين بتسكن بغرفه تقريبا في بيني وبينها كوريدور طويل، انا اخر الغرفه هي اول غرفه. اعطيني خلينا نفوت زينب على لب الموضوع. أوكي. يعني انت هلا برايك انه انت انحبستي من اجل مقال صحفي؟ صح. اوكي مقال صحفي وكاذب. لنبتدي حافوت دغري بالموضوع. الموضوع بيقول مع العلم انه انا ما كنت كثير اتواصل انا نهله ناصر الدين، بالصدفه لنشوف بعض، بتقول
تمتلك ما يقارب 4 خطوط. انا اول شغله عندي خط واحد، الخط الثاني لخيال نورا. لحظه، نحن هلا عم نفند اللي انكتب بقلب، نوضح للمشاهدين اللي انكتب بقلب المقال انه انت عندك 4 خطوط هاتفيه بالضبط. وشو كمان؟ انا ما عندي غير هيدا، ومعي بملك صور ثبوتيه لبنات سوريات بدي انا حابه اسالها مين هن، وكان معي ورقه واحده، والورقه هيدي حضره نوره اللي هي مصدرها. قالت لها مين بتكون هيدي الورقه؟ هيدي الورقه بنت اسمها دلال ومنا قاصر، وبنت معه ولد اللي طون سليمان كان موجود على الحدود السوريه. طلعت بيوم عاشوره وقال لي زينب ليش عاشوره؟ ليش افترت عليك؟ ليش افترت علي؟ ايه؟ نهلا عاصر بمنطقك، يعني بمنطقك انت. ايه انا بدي، لا انا بدي اسالها، انا ما عندي اي شيء. انا بدي اقول لها وبدي اقول لها شو دليلها. بس ما في معطيات ثانيه زينب برايك هي ساعدت كمان انه انت تكوني مسجونه؟ يعني بس هو المقال الصحفي اللي عمل هيك، هي المقاله مقال نهلا ناصر الدين. طيب. وبدي اقول لها شغله، بس لما نورا قالت لها كل هيدا الكلام، ارجيتها شيء نورا على ورقه الطلاق اللي مقدميتها بحق جوزها، والكلام اللي نورا قايلته عن جوزها، ارجيتها شيء وقالت لها في بيننا وبين زينب مشاكل شخصيه. طيب. هاي هي الدعاوى اللي طيب. انا ما بدي فوت بقصه نوره، بس واضح انه مثل ما انت عم بتقولي انه نوره ونهله اتفقوا عليكي بمحل معين. بالضبط. وسوري ونورة... بس عفوا ست ريما، انا قبل بال2011 كنت مستاجره كمان الفويات اللي هي دعت بتنزل انا بقعد بالفويات عشان سحب بنات. انا كنت نازله، ليه بال2011 ما صار معي مثل هاي القصه ببرج طيب. حمود يعني اتهموكي باخلاقك او اتهموكي انه انت كمان انه انت باخلاقك بالمخدرات وانه انت ميول جنسيه أكيد. يعني شاذة. طيب نهله ليش هيك عملتي؟ اولا انا مش جايه واجهها لزينب، ما بعرف انه في مواجهه فيس تو فيس، لان هي مش ذات صفه لانا واجهها اولا. ثانيا انا مش كلام ما بدي اشهر فيها لايف، خلاص اتس اوكي. انا وكلامي حيكون موجه لك سوا. ايه بس انه أوكي. كمان هيدا يعني انتقاص من حقها انا تحكي هي وياك. لا انا ما برد عليها. طب قولي لي انا حيكون حديثي انت معك انت كتبت المقال على اي اساس؟ كتبته بناء على اشياء انا كنت عم شوفها بعيني، بناء على كلام الضحيه، اشياء شفتها بعيني. هي عم تقول انه كانت عندنا بالفويه قعدت ايه؟ شهر تقريبا. اشياء شفناها بعيوننا وكلام الضحيه اللي كان اكيد صادق. مين الضحيه يعني؟ نورا. اوكي إيه. نورا اوكي. بس انت يعني انت ببدايه الحديث مع الريبورتر اللي عملت هيدا الموضوع قلتي سارات، قلتي انه انت ما بتعرفيها لزينب، ومن بعدين لما قال انه في هيدا البرنامج انا قلت لها سارات انه ما بعرفها. لا إيه. بالارتيكل تم هيدا الحكي، بس لا ابدا يعني قلت لها لسارات قلت لها بعرفها، وقلت لها انا بعد ما شفتها من بعد ما هي طلعت من السجن ومي بتعمل لي شيء اذا شافتني هيك صار الحديث. بس انت حكيتي عن ضابط بالمقال وحكيتي عن اسماء واخفيتي اسم الضابط هيدا الشيء اقوال الضحيه مثل ما هلا زينب صالح. بس انت قلتي في ضحايا مش ضحيه وحده. ايه في ضحايا خبرتني عنهم زينب. سوري نورا اعتمدتي على كلام نورا انت ونزلتي على كلام نورا وعلى اللي شفته بعيني. شو اللي شفتيه بعينك؟ كان في تصير حركات شاذة قدام عيوننا. يعني حشرت فيك إلك يعني؟ لا لا لا. شو لكان؟ مع نورا اللي هي كانت تقول إنه هي شو اسمه أختها. بموافقة نورا جايبتها يعني. جايبتها لعنا. بموافقة نورا. جايبتها لعنا بأساس إنه هي أختها. فنحن نتفاجأ بعدين إنه هي مش أختها، وهي أصلاً إجت لعنا على الفويا على أساس هي عراقية كردية، فجأة بتطلع سورية الجنسية. بس ما له علاقة. كان في كذب. كان في كذب بالموضوع. بس السؤال إنه وصفت في موضوع. مضطرة أقول لك مين أنا. سوري. بس وصفت. أنا سمعتك. أنا سمعت على الآخر. طيب وصفت نورا بالضحية. وهلا عم بتقولي إنه كان في اتفاق بينه وبين نورا على هيدا. قالت لا لا لا. نحن قلنا إذا أنت حضرتك قريت الارتيكل بتنتبهي انه هي انجرت لهيدا الشيء نورا. هي كانت مذنبه مثل زينب بالبدايه. بس انت قاعده ساكنه مع حدا بنفس المحل. بعدين هي اجت بس توعت لحالها ووعت للي عم تعمله، اجت خبرتني الي ولاختي وهربت، ونحن ساعدناها لتهرب من الفويه ولتسافر لعند زوجها. طب انت قدرت تثبتي كل شيء حكيتي عنه بالمقال؟ قدرت تثبتي بالاسماء وباسم الضابط حتى؟ قدرت تقولي تحت الهواء؟ تحت الهواء هيدا الشيء مش شغلتي. هيدا الحكي انقال بالتحقيق بتاريخ 19/11/2014 بالتزامن مع هي ما لقت زينب صالح.
كانت الضحية بحباش عم تدلي بإفادتها. قام بالتحقيق المؤهل سامي فياض بحضور المقدم ديو حدد. بس انت قررتي انت حكيتي عن ضحية واحدة مبدئيا هي المصدر، يعني كمان هي مصدري. هل يكفي هيدا ان توقعي ضحية تاني بكلام بعده منه مؤكد؟ غير مؤكد. انا شفت بعيوني اي منطقة تصدقت نورا بأي منطقة تصدقت نورا. ليش ليش انا بدي اتكذب؟ هيدا الشيء قالته نورا واحدة. قالته نورا بالتحقيق. هيدا الشيء صار عند القوى الامنيه، هيدا هلا شغلهم هن مش شغلي انا. يعني انت مأكده من تورطها لقلها بشيء؟ هيدا كلام الضحيه. انا نقلته كيف انت هلا عم تعطي الهوى لزينب وما بتعتبرها ضحيه؟ انا كمان... لحظه ما تصنفيني، انا ما بعتبرها شيء. عم بسمعك عم بسال انه صحفي يعتمد على معطيات معينه ضحيه ليقدر يكتب مقال من هيدا الضحيه. في شو عرفتك انه هي ضحيه؟ ضحيه شو بيضمن؟ وانا من واجبي ضوي على الموضوع وقلت نظر المعنيين، لان زينب كانت عم تشكل خطر على على اروح كثير بنات ثانيه. مين هن؟ جيبي لي اياهم. مين هن هول؟ طيب ليه ما ذكرنا بحكي عن الفويهات؟ ايه شو مين هن؟ في كيندا، في مارو، هاي خرافات دقتهم على جسمها. واذا هي ما بتتعاطى مخدر تعلي عن ايديها وتفرجيني تشطي بالسكاكين، ويجي دكتور محلل نفسي يقول انه هي ما بتتعاطى المخدر. انت اخترتي تنشهري كمان من وراها يعني بمحل معين؟ لا انا لا قررت اعملها قضية رأي عام تالعالم تشوف. ليش قلت عن زينب؟ مش بس حالي. بس ليش قلت قدام كمان الريبورت الخاصة فينا انه زينب انت مش بس حالي؟ انت خايفة يعني من هي في منا كتير حالات، لانه مؤكد من معطيات بالمدارس قلت انه خايفة لانه مؤكد من معطيات مقالي. لا ابدا، انا قلت خايفة لان هي شاذي اخلاقيا، ما بعرف شو ممكن يتعمل. ليش ما لاحظ هول الموضوع؟ ابدا مش انا خايفه، انا مش طالعه. ليش انا خليني طالعه هي بكلام جوزها مش طالعه هي ضحيه كلام. فاذا الكلام عن جوزها صحيح انه بيتاجر فيها بيخليها تروح تجيب نسوان ويطلب مني اخدار النسوان من الجيران بالقوه وبالشرب ويسرقها ولم يتكفل بالنفقة علي وعلى اولادي. فاذا كلامه طيب لحظه طيب زينب هلا انت ظهرتي لحظه بس اسمع، انت ظهرتي من السجن هلا على اي اساس؟ انا ظهرت من السجن على اساس خلص حكمي. اوكي طيب خبريني بس، انت حكيتي شيء اخطر من الكلام اللي قالته نهله بمحل اخطر. عشتي شيء اخطر بعد؟ اكيد. وهو داخل محل لازم يحميكي بالضبط. قولي لي باختصار شو صار. اخطر شيء هو كان وجودنا بياخذونا على اساس انه نحن بدنا نحبس عشان نتربى ونطلع ناس مناح. بتفوتي اذا كنتي عامله سرقه بتطلعي تاجره مخدرات، بتطلعي عندك استعداد تقتلي، بتطلعي مشروب بفوت الهيروين بالكومه وممكن يعطيكي اياها اي رجل امن جوا اذا عجبتيه، وحتى لو ما عجبتيه معك مصاري بيشوفوا قد ايه رصيدك بيعطوك اياها. كل شيء موجود ست ريما، كل شيء بمزاجهم. بالنسبه للتحرشات اللي نحن بنتعرض لها لما بنتوقف ممكن يشلح، ممكن يأرجيكي كل شيء، تعملي وتعي هيدا بياخدوك اذا بدهم يضربوك ويأسبتوا انه هني ما عاملين شيء، بيوقفوك بكوريدور اللي بده اياه، بتفوتي لجوا بالمكان اللي ما في كاميرا، بيبوسك بيمسك اي اشياء تانية، بيختصبك بيعمل اي اللي بده اياه. تعرفيهم بالجوار لانه الاسماء بتكون مغيره؟ كيف؟ ممكن يكون مغيرة، ممكن يكون مغيرة انا اكيد لانه بيخافوا يقولوها قدامنا، بس هي ما اوكي جون انا هيدا بعرفه، اسعد اكيد اذا بس مش كيفين الاسامي بدنا اسم العائله كمان. ما بيقولوا قدامنا ست ريما ما بيقولوا. وما بتسترجي تقولي اسمه باش يا باش بدك تعيطي له، ما بيسترجوا هن بيقولوا بعض تعا وتعا. طب قولي لي صار معك انت تحديدا شيء من هذا النوع؟ ايه صار معي انا تحديدا من هذا النوع لما كنت موجوده بنظاره، فبرموني تقريبا عملوا لي سياحه بكل لبنان ما بعرف شو السبب، فبنظاره حتى انا كل الوقت مربوط هيدا بتنقلاتي. بنت عم تطلع من كريزة هيروين حطينها معي غرفه كثير هيك ظلمه وما بعرف كيف، فات علينا دركه والبنت عم تطلع من كريزة هيروين وبلش يفك البنطلون وقرب قال لها انت سرتيني، قام طلعت انا انصدمت فيه قلت له ما تقرب علي اوعك، كنت بحاله عصبيه، فقام قال لي سدي بوزي. هذا شيء شفناه بالتقرير، عندك شيء ثاني تحكيه عنه صارخ ضل براسك؟ اكثر من هيك يعني انت بديتي على اعترافات ما عملتيها كمان بالقوه؟ بالقوه من كثر الضرب. هو المحقق جون لما اخذنا على فرع المعلومات موتوني من القتل بالكرباج بعصاية حديد هيك لو وبالقوه بدك تعترفي، واخر شيء وقفني يومين على اجر وحده لا اكل ولا شرب ولا شيء، شلحني الاشاره وربط لي في عيونه وصار يضحك ويتمسخر علي، نيمني بالارض وعلى الجريه لفوق بالكرباج يضربني على جريه ويقول لي بس يخلص يسحب الدم هيك باجريه. طيب قومي زي زينا بعطيني جمله وحده بدك توجهيها لمين؟ بوجه اول شيء كلمه سريعه
للناس اللي عندها ضمير، للناس الشرفة يعتبروني بنتهم أو أختهم أو إنسانة. بدي أقولكم بالنسبة لهذا الشيء بتمنى أنكم تطلعوا بقضيتي، لأنه في مثل ما تايل البنات بيتمنوا يطلعوا بس خايفانين، لأنه هون الكاميرا، هون الكاميرا زينب، أكيد ما حنحصل حقنا. شو بتقولي شو بتقولي للناس المسؤولين عن السجون؟ جملة واحدة بدي. يا ريت إذا بتريدوا يكون في عن جد ناس بتستاهل إنها تلبس بدلة الدولة ويوقفوا ويتحقق مع دم دي. طيب خليني اسمع جملة أخيرة منك نهلا بعد الشيء اللي سببتي لي، يعني كمان قصة إنه مقال صحفي لحاله يكون مسبب لهذا الشيء كله ما كتير مقنع، يعني صراحة ما كتير مقنع. وهو لو ما في شيء من الصحة ما انحبست 3 أشهر أولا، وثانيا أنا بس بدي أوجه كلمة أخيرة، أنا بطالب القوى الأمنية مثل ما تعاطت بهيدي القضية بجدية ومسؤولية من أو من بدايتها وخلال أقل من 24 ساعة لقطت زينب تتابع القضية وتحاكمها على المسرحية اللي قدمت لنا إياها هلا. أوكي، وأنا أقول كمان للقوى الأمنية، بقول الأمنية إنه أنت كمان مستعدة تقولي كل الأسامي اللي بقلب تقريرك، ما فيهم اسم الضابط الضحية مرته. الضحية قالت لهم لا، بس أنت كمان وأنت كمان بالنسبة للضحية أي ضحية ضحية ليش ما اجت لحظة نسينا بليز لأنه عادي من أهلنا نسمع بليز كذابة، لأنه لو أهلي موجودين أهلي من أول ما يوم بتوقع ليكي أهلي ما تجيب سيرتهم، لأنه من أول يوم صار كانوا تلقوا الخبر أهليتي حبيبتي كانوا من زمان قتلوها باب بالباب بوجنا. طيب، بس أهلي عارفين. طيب أرشو. وقتنا انتهى، على كل حال الشيء برسم الناس المختصين ليشوفوا حجم التعذيب اللي عم بيكون سواء هي مذنبة أو منا مذنبة، ولا كمان يتحققوا من مقال نص الأسامي فيه مبين الاسم الأول والنص الثاني لأنه كمان تبع للدولة ما مبين حتى أحرف الأسامي. الضحية قالت الأسماء، على كل حال وقتنا انتهى لهذا المحور، خلينا نتابع موضوعنا التالي. موضوعنا التالي رح يكون لو سمحتوا خلص وقتنا، موضوعنا التالي رح يكون موضوع أغنية موطني اللي أخذت جدل الأسبوع الماضي، كون الفنانة إليسا تفضلوا خليكم، الفنانة إليسا اختارت أنها تغنيها ونقال أنه اللحن أو التوزيع بالأحرى مسروق من نجم من سوبر ستار. خلينا نشوف الروبورتاج ونتابع بعدين حقيقة الموضوع. موطني الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء في هواء. حناجر عربية عديدة ترجمت نشيد موطني بأحاسيسها على مدى سنوات، فأيقظت أحاسيس العروبة مع تنامي القضية الفلسطينية وإعادة بناء عراق جديدة، فرفعت كصلاة داخل كنائس بغداد ودمشق في الآونة الأخيرة. الفنانة إليسا قررت من جهتها طرح موطني بصوتها أخيراً ودون سابق إنذار في تجربة هي الأولى لها كأغنية وطنية وباللغة العربية الفصحى، فانهالت الانتقادات لها على خلفيات سياسية حيناً، ملمحة إلى توجهات إليسا المعروفة ببعدها عن مضمون النشيد وساخرة من إدائها لمطلع النشيد، حيث حولت موطني إلى موطني. موطني موطني أنه موطني بتقول تاف موتني لانه هالشفايف هذا مش شفايف طبيعيه. موتني كلاس كلاس لا في موطني مش موتني انه لازم الطا، يعني انه هي بتغنج حالها فبيطلع معها هيك قصص. مالي قالوا منها كتير حلوه شي بهدل انه لسه ما يعني ما خصها بشي اسمه وطني، يعني ما خص قوات ما يعني ما يكون مخنا هيك ابدا. نحن عرب ونحن لبنانيه، هلا كل واحد عنده رايه، يمكن هي ما تكون عارفه او هي حبت تغنيها لوطنها. ايه الفلسطيني خلي للفلسطيني واللبناني خلي للبناني. اضبط مزبوط، كل ما بغني لإله. موتني بغنى عن اليسا لتغني لنا. لكن اذا كان انتقاد اداء اليسا يحمل وجهات نظر متعدده، فان الاهم والثابت هنا هو الاتهام بسرقة توزيع موطني من النسخة التي أداها نجم سوبر ستار مراد الصويتي عام 2013 من قبل الموزع ناصر الأسعد، والذي جاء رده على فيسبوك ليزيد في الطين بلة. موسيقى
الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. وفي حين يعتزم مراد السويطي مقاضاة إليسا، صرحت هي أنه قد تم حذف أغنيتها عن يوتيوب بسبب عطل تقني، علما أن حذف الفيديو تم بمطالبة بملكية حقوق الطبع والنشر من قبل المنتج للعمل. فهل سنشهد فصلا جديدا من الاتهامات الليلة بسبب موطن إليسا؟ غاية تشرف وراية ترفرف يا هلا في علا طاهرة. أغنية موطني أغنية جذابة لكل عربي بيتفاعل معها، وخاصة بهالأيام الصعبة اللي عم نعيشها، وأكثر من فنان عربي كان تولى غنائها. معنا بهذا المحور الأستاذ ناصر الأسعد، وهو موزع موسيقي، ورح يكون عنا مباشرة من رام الله الأستاذ سامر صالح، منتج ومدير أعمال مراد السويتي، الشاب اللي غنى بسوبر ستار، ورح يكون مراد نفسه معنا كمان مباشرة من رام الله، اللي كان كمان سجل إنجاز بهالأغنية بسوبر ستار. مرحبا أستاذ ناصر. مساء الخير. مثل ما شفنا بآخر مشهد بالروبورتاج، يعني ماشي تعرف اللي لاحق حدا على الدعسة بالتوزيع، ليش نفس التوزيع؟ بدي اشرح قبل، في شيء اسمه توزيع، في شيء اسمه اعاده توزيع. كفر باللغه الانترناشونال كفر يعني. هلا الشاعر لما يكتب الاغنيه والملحن يلحنها بجيبها للموزع. مزبوط. الموزع بيعمل الانترو، بيعمل الميوزك، بيعمل اوركسترا، بيعمل كل شيء بالغنيه، وبيعمل صوت المطرب والكورال. نعم. وخلقت الغنيه. إيه بس ليش حدا مثلك بيوزع أصلاً أغاني ومعروف بهذا الشيء يختار إنه يختار نفس التوزيع؟ لعطيكي مثال. أيه. هلا ألبوم إليسا الأخير. أيه. حلوة يا بلدي، أول مرة تحبي يا قلبي، قبل لولا الملامة. هولي نحنا عدنا توزيعه. إيه بس هيدا، بس هيدا الأغنية تنفوت مباشرة على السؤال أستاذ ناصر، يعني هيدا الأغنية لما تغنت من قبل سامر تغنت بطريقة مراد عفواً غنت بطريقة معينة كانت فريدة. ولحقت هالطريقه، يعني سمعنا انه اكثر من حدا غنيها باسلوب مختلف، ليش اخترت نفس الطريقه؟ يعني هيدي لحالها عملت ازمه. لا لك شيء، هو النشيد كان للثوره الفلسطينيه. نعم. صار لفلسطين، بعدين صار نشيد العراق، بعدين صار نشيد كل الدول العربيه، صح؟ بس مش هذا السؤال. انا عامل لك هلا، انا سامع الاغنيه من مراد. نعم. من سنتين حبيتها، وفي 200 ألف فيور حبيتها من مراد جدا، وحبيت لعب دكتور رامي عرفت على البيانو. نعم. فيها. نعم. هلا صادفت إليسا سمعتها من مراد، سمعتها من مراد. ايه. وعجبها موضوع مراد، هو عادة النشيد الوطني بيكون سريع مارش. خليني أخذ الأستاذ سامر صالح من رام الله، وهو منتج ومدير أعمال مراد السويتي. مرحبا. طيب طيب رح نتابع معك بهالمحل، نشيل نشيل عن اليوتيوب ورجع على اليوتيوب. لكفي لك ندم مؤقت. المارش هن عاملينها بطريقه بطيئه، عاملينها اكوستيك بيانو، ومراد السويتي، ومراد مكرر صوته بالاخر الاغنيه وعامل ترانسبوز. انا ما بفهم تقنيا، ولا بتصور المشاهدين حيكون صعب عليهم. ما فيك تعتبريها اغنيته موزعه. اغنيته فيها موسيقي واحد او اثنين موسيقيين، نحن اغنيتنا فيها 40 موسيقي، في 12 كمانجا، في 2 بيولا، في 2 شيلو. طيب خليني اسمع وجهة النظر الثانية، إذا هذا الشيء اللي أنت عم بتقوله يغير مسألة إنه التوزيع هو نفسه. أستاذ سامر معنا على الخط من رام الله، مساء الخير. طيب. مساء النور. بدي أقول أول شيء تحية لكل أهل رام الله ولكل أهل فلسطين. تحية لكم كمان. وخليني آخذ منك رد على الموضوع اللي عم بيقوله أستاذ ناصر، عم بيقول إنه هذا التوزيع فات بالموضوع التقني، إنه هذا لا يعني أن التوزيع هو نفسه. الأستاذ ناصر هو نفسه قال نحن عملنا ريميكس للغنية الأصلية تاعت مراد، فريميكس هو بيختلف عن التوزيع. إذا هو قال ريميكس، كيف صار توزيع؟ وشو أضاف، شو أضاف للتوزيع أستاذ ناصر لينسب التوزيع إنه لإله؟ نعم. نحن ما عم ننسب 100% التوزيع لإلنا،
نحن عملنا كفر للموضوع في توزيع 100% وتوزيع مش نحن اخذنا فكره التبطيء الغنيه والبيانو تبع رامي عرفات نعم والترانسبوز تبع الغنيه نحن عاملين نشيد وطني ما بنعمل غنيه عاديه ريما غنية وطنية نعم. يعني ما هدفنا لا المال ولا الشهرة ولا العضلات الموسيقية لا 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 هذا مش هو الحديث الحديث انه في اكثر من نوع توزيع هالتوزيع نلحق بطريقة نسبتها اكبر خلينا نقول هيك خليني احكي مع مراد مراد مساء الخير مساء الخير هلا فيكي شو موقفك انت بهالموضوع لانه في وجهتين نظر يعني في ناس بيقولوا انه اذا غنتها اليسا بطريقتك هيدا شيء خدمه لك او لقضيتك حتى كمان وفي ناس بيقولوا لا انت من حقك تعرف هالشيء قبل ما مين ما كان يغني قل لي انت شو بتقول اول شيء انا بتشرف انه اليسا تغني النشيد الوطني هو النشيد الوطني حق لاي شخص انه يغني هلا احنا الفكره يعني وجه الخلاف مش على انه اليسا غنت النشيد او لا كان الخلاف على التوزيع نعم. مثل ما قلتي يعني كنا يعني بنتشرف وبننبسط اكثر ونحن هلا مبسوطين انه غنتها بس كنا بننبسط اكثر لو رجعوا لنا وخبرونا انه 1 2 3 حتغني النشيد يعني كان بشرفنا وكان انبسطنا كثير بس انه كانت فاجأة ونسمع فيه يعني هيك فجاه بدون علم ولا خبر يعني مش حلوة ومش احترافية بصراحة ليش قولك ما رجعوا لك؟ والله ما بعرف هذا شيء بدك تسأليه للأستاذ ناصر الأسعد يعني أنا بوجه له تحية بالمناسبة ليش ما رجعتوا له؟ إنه سؤال بسيط هذا كان مجرد تليفون ما رجعنا له لأنه موضوع وطني يعني هذا الموضوع مش موضوع فني أو عرض عضلات موسيقية برجع بقول لك هذا نعم. موضوع هي حبت بس شو رح بالنهاية ريما أستاذ ريما بالنهاية أنا مهندس نعم. يعني أنا صاحب المشروع بيقول لي أعمال البناية هرمي ما بعمل له يا بطيخة طب أنتوا ليش شلتوا عن اليوتيوب ورجعتوا؟ ليش شلتوا عن اليوتيوب ورجعتوا؟ هيدا مش ما it's not my business هيدا شغل مدير أعمال شغل أنا شغلتي الميوزك أنا ما عم أقول لك ما أخذنا أي طب ليش شلتوا عن اليوتيوب؟ هيدا يعني اعتراض كان أو قرار بيتبع بدعوة معينة معي أنت مراد؟ لا لأنه في نحن شلناه مدام ريما لأنه في حق توزيع في توزيع انشغل والناس حطت شغلة وجهدة فيه عم ينتسب لحدا تاني لهذا السبب انشال من اليوتيوب بس رجع نحط وإحنا بس فيك تسألي لي ما في أوركسترا للغنيين نعم تفضل تفضل كيف؟ عم يسألك ليه ما في أوركسترا بالغنية بس قبل قلي ليه رجعتوه على اليوتيوب في كورال عنده بالغنية في كلارينات حنسمعهم هول ليش رجعتوه مكسجة بمصر وبلندن بغض النظر وين مسجلة هي نفس الشكل الموسيقي سجل في مصر اللي انعمل هي نفس الشكل اللي المنسوخ نسخ نفس الشكل اللي جربته ليه ما جربتوا تتواصلوا انت وإليسا لتحكوا بالموضوع بهدوء بعيد عن الإعلام ما صار تواصل هم يعني انت بتقولي حد هو متعدي على نعم. على عمل لنا هو طب بس بعد ما جاوبتني اللي حطيت رجعت مره ثانيه على اليوتيوب بعد ما حذفت عامل غنية للبنان شيء مراد خليني بس اتاكد لا هذا غير موضوع هذا غير موضوع معلش مراد بس قلي ليش رجعتوه ليش رجعناه لانه انا والله حبيت انه الجمهور يسمع ويحكم يعني انا ما عندي اعتراض مثل ما قلت لك انه اليسا تغني النشيد نعم. الوطني احنا اعتراضنا كان على التوزيع بالعكس بحب انه النشيد يتغنى يعني بادائي وبنفس توزيعي بفنانه يعني نعم. من الصف الاول بس برضه مشكلتنا قلنا على التوزيع نعم وما صاروا رجعوا لنا يعني احنا رجعناه لانه وتري حكيت معنا وطلبت منا انه نرجعه ورجعنا استاذ سامر شو الخطوات التاليه يعني هذا الموضوع راح ينحل حبيا او راح يتطور اكثر من هيك والله يا ريت ينحل حبيا يعني احنا لحد اليوم الموضوع تقريبا له اسبوعين او اسبوعين واكثر ما صار اتصال من طرف اليسا او المكتب شو طلبتك لينحل حبيا شو طلبتك لينحل حبيا معنويا في ناس اشتغلت وحطت جهدها وشغل إلها بهذا التوزيع المفروض انه يكون في إلها حق معنوي بهذا العمل طيب مراد بدك تقول شيء كمان بالاخر بدي اقول شكرا لكم على الاستقبال وهالمقابله الحلوه شكرا للاستاذ ناصر الاسعد وتشرفت فيكم شو رايك تدعي اليسا تغنوها سوا أنا مثل ما قلت لك أكيد بتشرف يعني بالعكس شرف كتير كبير لإلي بدي أسأل سؤال بس هيك يعني من باب
انه نصفي القلوب مثل ما بيقولوا، إن قال انه انت حابب تنشهر فاعترضت. دقيقة واحدة. لا ابدا على فكرة، انا طول عمري بقول الحمد لله، يعني انا لو بدي انشهر كنت عملت شغلات وكنت مضيت كونتراكت مع شركات. انا بغني لاني بحب اغني، لانه هالشغلة يعني وراثي وبدمي موجود، عرفتي؟ نعم. مش بغني لهدف الشهرة أو لهدف المال، الحمد لله. طب يعني مبدئياً ما في مشروع دعوة، مبدئياً القصة بعدها بانتظار يكون في خطوات، ما هيك؟ بالضبط، عم نستنى خطوة إحنا من طرفهم نشوف شو ممكن يصير. رح تصير هالخطوة ولا لا؟ ديو جاهز إذا بده يعني. لا هلا قبل ما تسيطر على الديو بدك تعترف بالخطأ ولا لا؟ لا ما في خطأ ريما، نحن عملنا كفر للموضوع. أنا ما نكرت، أنا أول واحد كتبت له على الفيسبوك نحن عملنا كفر للموضوع. خليني أشكرهم لأستاذ سامر، نحن بس أخذنا البيانو. خليني أشكرهم لأستاذ سامر. صحيح أستاذ ناصر. نعم. أنت نحن ما نكرنا الموضوع بس يا سامر، ما نكرنا الموضوع. بس في الكليب موجود أونلاين على اليوتيوب وموجود. أنا ما عملت الكليب، هذا الفان تبع لسه عمل الكليب. توزيع ناصر الأسعد. نعم ايه طبعا توزيع ناصر الأسعد، لانه حاطط 50 موسيقي. حاطط 50 موسيقي شو قطعت للتوزيع استاذ ناصر؟ جيب خبراء موسيقيين يسمعوا العملين وبيعرفوا شو عم بحكي انا. طب ممكن هن يجوا يعني يفوتوا على هيك موضوع ويخسروا فيه، او لك بهال يعني يفوتوا بهالجرأة؟ انا عم اقول لك نحن عملنا كفر، عملنا كفر، نحن اخذنا تبطيق الغنية والبيانو تبع رامي عرفات والترانسبوز بالاخر، وانا ترانسبوز بالاخر عامله ب100 غنية. انا ما بفهم بالموسيقى، اذا انتم بتفهموا تفضلوا ردوا. سأليني في كمان جيت أوركسترا بغنيته، في كورال، في كلارينات، في شكل عامل أمبلغ. هيدا بغير بالتوزيع، إنه إذا في أكتر عناصر بالموسيقيين. أستاذ ناصر الله يسعدك حبيبي، أنت ما أخذ الشكل العام للتوزيع، يعني لو ضفت كمانجا، لو ضفت جيتار، أنت ما غيرت التوزيع. أنا أضفت أوركسترا كاملة للغنية. اسأل الدكتور رامي عرفات بخبرك. أضفت للتوزيع بس أنت ما غيرت في التوزيع. نعم. عرفت؟ نعم. يعني أنا كل الاحترام لك، أنا واحد من الناس يعني أنا معجب فيك وفي توزيعك وبتشرف إنه أتعامل معك. أنا ما بحكي على توزيعك، بالعكس أبدا. على كل حال أستاذ ناصر هو قال إنه أضفت، إنه إليسا سمعت الأغنية، ما عدلت على التوزيع. إنه إليسا سمعت الأغنية تحديدا منه لمراد، طبعاً وقال كمان إنه في جزء من التوزيع تم اعتماده بنسبة أكبر، اعترف لحد هون. يعني البيانو البيانو تبع رامي. طيب. أكاديمي، يعني ما في عازف. طيب. أنا قلت البيانو، يعني ما في عازف واصل لدراسات. طيب. عليا. نعم. بده يعزف مثل العزف ورامي. نعم. بس لتقول إنه أوكي ديو، يعني هالقد بسرعة بتعطي إليسا أوكي على ديو؟ هيدا بدك تسألي، ولا عطيته من عندك؟ بدك تسألي إليسا. ايه بس انت كأنك عم تحصل. انا بقدم الميوزك، ما في مشكلة. يعني كانت عارفة إليسا انه هذا التوزيع ممكن يخلق مشاكل؟ نحن ما فكرنا بمشاكل. نحن عم نفكر بغنية وطنية. خلي مراد يعمل لنا غنية للبنان. لا لحظة، هيدا غير موضوع. ما فيك تجي يعني نحن عم نعمل غنية، ما فيك تاخذ لحن فرنساوي او تركي وترجع تقول للفرنساوي اعمل لي غنية لبلدي. ليش هذا نشيد الدول العربية؟ ما في شك، هذا ملك الكل، بس في توزيع خاص لحدا، في كذا توزيع مثل ما شفنا بالروبورتاج. هذا غير موضوع. تفضل. تسمحي لي ارد عليه. تفضل. اول شيء يا استاذ ناصر، انا عشت في لبنان سنتين ونص، والي اصحاب في لبنان هم اخوه مش اصحاب. وانا لما غنيت موطني ما غنيتها لفلسطين، غنيتها للوطن العربي. حلو. ولبنان بيشمل الوطن العربي، فانا بتشرف اني اغني للبنان ولغير من الوطن العربي. حبيبي استاذ ناصر، يعني مش البوينت هي مش قاسمين. انا غنينا لك 10 اغاني موزعين، يعني مش قاسمين. انا فيني وزع لك موطني 10 مرات ب 10 اشكال، وكل يوم وزع لك اياها بطريقه، يوم روك اند رول، يوم ديسكو، يوم تكنو. ايه كان فيك من الاول تعملها هيك، هذا المقصود. هني هيدا انا مهندس. بالزبط. انا اي فولو اوردر استاذ ناصر. هني ما اعترض ريما، انت لما قال لك المخرج نعم في عندك هيك موضوع معين بدك تدرسيه. نعم. طيب. صح ولا لا؟ طيب. ونحن ما عم ناخذ غنية عادية. طيب. لو غنية عادية بدنا ناخذ حقوقها. انا معك بهذا الشيء، بس بعده الاعتراض على نقطة معينة، انه مثل ما شفنا بالروبورتاج في اكثر من هو الاعتراض. نحن اخذنا تشابه بين شو مستعد هلا تقدم له غير الاوكي تبع لسه على الديو اللي حنتاكد منه. يا ريما انا بحترمهم، انه مفروض ينقل لهم الو، بس نحن عملنا هالعمل الوطني. حلو هيدا الموضوع. حلو. بس يعني مفروض ينقل لهم الو. يعني أنا نوعا ما اقرار انه كان لازم تنحكوا. راضين؟
انه يعني المفروض طيب الخطوه أنا هاي مفروض سابقا انا بدي مفروض سابقا هلا مستعدين يبدو انه يبادروا هن مش هيك استاذ ناصر مستعدين ايه؟ تبادروا انتم بالحديث معهم تحت الهواء لتتابعوا مراد فنان مراد فنان كبير يعني مستعدين تتابعوا الدكتور رامي مراد الدكتور رامي حبيب قلبي بس وقت ما انتهى بتقلي مستعدين تبادروا انتم وتحكوا معهم تحت الهواء نحن فنانين مستعدين تبادروا طبعا نحن طيب. مستعدين هيدا اللي بدنا ناخده هيدا اللي بدنا ناخده نحن ما نشكر ضيوفنا من فلسطين ومنجدد تحياتنا لكل اهل فلسطين وكل مشاهدينا كمان من فلسطين وبنقول للاستاذ ناصر اهلا وسهلا شكرا فيه على امل انه الكلام اللي قلته يكون حلو وتلتزم فيه اليسا حلو هالشيء مش كل حديث عربي ببلش بتوزيع وبالحان بيخلص بهويه واختلاف بغير محل موضوعنا تحديدا كان لحن وبس اهلا وسهلا فيك اهلا فيك بريك ونعود للنشر بعد قليل ما علاقة داعش بقتل الابن لوالدته في برج حمود هو وظاهر عم بيصرخ الحقوني دخيلكم ما بعرف شو عطوني داعش لحقني بدهم يقتلوني وللنشر يكشف لأول مرة عن سالفيا مادة مخدرة خطيرة تغزو الأحياء الفقيرة بعد الأبونا رقوة سماحة الشيخ بالتحرش الجنسي فكس حاضر فكس المفوق أو نزلي للنشر يحذر من سرقة الأعضاء في غرف العمليات يا أخي أنا طبيت كرمال بحثة كيلوتي راحت ليش وين وديتوها للنشر يبث تسجيلا لمروان شربل يبرر فيه تسلح الأسير في تطبيق قانون السير حاميها شوفوا شو عامل فيها كلام مخيف عم يتصاعد من كتير أحياء ببرج حمود كلام عن السالفيا وهي بطلة الجرائم إن شاء الله ما يكون لا يعني القادمة الجريمة اللي عم نحكي عنها اليوم فيها كتير أسئلة والجريمة بتفزع وبتوجع لأنه هي جريمة شاب بحق أمه اللي بحبها كتير خلينا نشوف شو قصة محمد يحيى وشو صار بهديك الليلة جاي سكران اختي نايمه هون وابن خي وابن خيو نايم هون مات في 2016 بعد جريمة القتل التي أقدم فيها شاب في برج حمود على طعن والدته بالسكين أكثر من 17 طعنة وألحقها بطعن ابن شقيقه الذي نجا من الموت توجهت كاميرا للنشر إلى منزل الضحية ليخبرنا الابن البكر علي تفاصيل ما حصل بين شقيقه محمد ووالدته ليلة الحادثة لأول مرة وحصرا في برنامج للنشر خيي كان صاران بمحل أحذية اسمه كريم الشفتري هذا المحل كان ضل صهران فيه للساعة 1:30 بالليل قال بالتحقيق انه انا عطاني كريم شيء انا ما بعرف شو هو انه كانوا عم يشربوا وعم يسكروا مع بعض وفي ماده معينه عم يتعاطوها حبه سلافيا كمش كرسي حديد وكسر الازاز هو وظاهر عم بيصرخ الحقوني دخيلكم ما بعرف شو عطوني دخيلكم كريم راح يقتلني يا علي يا يا امام علي يا رب دخيلكم ساعدوني داعش راح يقتلوني داعش لحقني بدهم يقتلوني وعم بصرخ كل الطريق ويطلع ورا يا عالم دخيلكم ساعدوني رح يقتلوني واصل لهون مجمع عليه سيارات بلدية ما حدا قادر يهديه هو شخص نفسه كريم شفتري سكر محله بكل برود الأعصاب بكل رواق سكر المحل تبعه حمل حاله وجوره لهون وصله عراس الزروب بس شاف خي محمد يحيى ما بقى واعي وما بقى يتهدى عمل حاله فن فات العدى من خالي تحت بأول طريق بيقوموا بيقفوا بيقرطوا بالبوكس لابن خالي بيأذيه يعني وبيطلع على البيت لهون أنا هون ما رح كفي الحادثة اللي صارت في هذا السبب بده يكون شاهد هذا ابن خيي لقيت الحادثة كان موجود هو الشاهد الوحيد اللي كان هون كيف فات خيي أنا كنت هون نايم ليلته قمت على صوت عمي قاعد بالأرض شفته هو عم يعمل هيك
يا عالم ساعدوني. عم بعيط لأمه يا ماما ساعديني حدا يساعدني داخلكم. جيت أنا لعنده قال لي عيط للجيران عيط لحدا يجي يساعدوني داخلكم. ستي كانت هيك مسطحة قامت على صوت عمي. عم بيجي عمي حمل السكينة وأنا كنت قاعد هون حملني هيك وحطني على الأرض هون بالضبط. عمل لي هيك قعد هيك علي صار يعمل لي هيك بإيده اليمين بيقول يا عالم يا ناس ساعدوني وإلا بذبحوا. أنا صرت بعده عني صار يشكني بالسكينة من هون. عم بعد عنه عم طرقني هون ستي هون قاعدة بتقول له زيح عن الصبي شو عم تعمل فيه. الله شو بك يا يحيى شو صاير فيك شو عامل انت. بيجي دفشته انا على الصوفة حتى اقوم عنه شكني هون سكينة عمل لي هيك جرحني. انا عملت هيك ستي كانت هون قاعدة عم تهدي عم تشيله عني. انا رحت ومن بعد ما عرفت شو صار. الام ما بتشوف ابنها غير ولد. وقت القصة اللي عندها تقول لي شبت يا أم. هيدي أمي وهيدا خيي نحن أكلنا سيف ذو حدين أكلنا ضرب على الميلتين. رغم حالاتنا ورغم وضعنا ورغم فقرنا وتعتيرنا نحن بعضنا عايشين ومترابطين كعائلة. تابع بحاله من تاني طابق لتحت. علي انت الابن البكر للضحيه وخي المتهم. نعم. كنت عنده اليوم؟ نعم. عارف شو عمل؟ هو ما عارف انه امه ماتت. ما مذكر هذيك الليله يعني؟ متذكر الحادثه من وقت اللي قاعد كان هو وهذا الشخص. اذا بتحبوا اعطوا اسماء بعطي اسماء. اللي بدك يقوله بس بدي حدا انا ليكي برجع بقول لك لا عندي ظهر سياسي. ايه. ولا عندي حدا يحميني. اسماء عم تحكي بناس مسؤولين يعني؟ بناس مثل مسؤول التحقيق مثل المؤهل اول تبع التحقيق. لا. لانه عندك 6000 علامه استفهام حول التحقيق اللي صار. برجع بقول لك وهلا هلا العالم بتحكي اللي بدها اياه هون بس هي بتحمل مسؤوليه كلامها على كل حال. اوكي معناتها بلا اسماء انا ما رح اعطي اسماء بس بقول اللي صار معي بالتحقيق. بس قلي اليوم شو صار رحت شفته وشو قال لك؟ اليوم طلعت عند المدعي العام وهون بحب هيك بس اذا بتمرقوا لي اياها بشكره وبتشكره وممنون عينه. أنا طلعنا على عطسية الرئيس عند الرئيس كلود كرام وشرحنا له الوضع هيك 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 وطلبنا منه بدنا زيارة لخيمة. نعم. يعني بعتقد أنه وضع حدا مثلنا نحن وبيجي بيطلب زيارة لخيه بكون مبين أنه نحن عارفين خينا نظيف من هذا. نعم. الموضوع. نعم. وبريء من هذا الموضوع. طب هو موقوف بس أنت عم تقول أنه منه مدرك أنه أمه ماتت. لا. ومذكر حتى أنه طعنا؟ لا ما مذكر انه طعن ابن خيو. وصل نحن عرف انه ابن خيو صار فيه هيك لانه قالوا له بالمخفر انت ضرب ابن خيك كذا كذا وامك امك هيك 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 هيك. ايه. بس ما قالوا له ماتت. بس هو مش واعي لشيء يعني كانك انت عم بتقول بهيدا الوقت بهيدي اللحظه من وقت اللي فات عبيت ابن خالي لبعد ما كب حاله من البلكون. لا مش واعي. وما واعي حتى انه كب حاله على البلكون. لا 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 هيدا بعدين صار يعرفها. هو بيتعاطى اصلا بالاساس؟ بالاساس بيتعاطى. ايه. هو والشخص اللي كان عنده. الشخص اللي كان عنده اللي هو كريم الشفتري. تحقق معه كمان. تحقق معه ابو ساعتين وطلع مثل الغزال. ليش عم بتبرم حوله كانه متهم بمحل بقى؟ انا لا انا قضيتي ما عادت قضيه عائله. ايه. ما عادت القضيه لنا نحن. انا هيدي القضيه بدي ارجيها للراي العام كله. هو خليه يحكم مش انا. انا ما ادعيت على خيي وما راح ادعي على حدا. بس بدي العالم كلياتها خاصة اللي نحن عايشين حوالينا يشوفوا شو عم بيصير. نحن أكلنا الضرب ما حدا يأكل الضرب معنا. طب إذا أنت واعي إنه هو عم يتعاطى ليش ما دخلته بهالموضوع يعني؟ نحن جيل حرب في مثله أمثال مين بده يطلع فيه؟ لا حالتنا المادية يعني. بتسمح. نعم. لا حالتنا المادية بتسمح أن نروح مثلا تعالجي أو تعملي لمطرح معين وتوصيل لمطرح معين ليصح. ما في مجال ما في مجال. طب بتقول انه بهديك الليله دخلت حبه جديده على التعاطي اسمها سالفيا صفرا. كان اول مره بياخدها؟ هو ما بيتعاطى حبوب اساسا هو صبي بيشرب سيجاره وبقولها علنا. طيب السالفيا اللي بيقرا عنها بيلاقي انه بتعمل عوارض. نعم. معينه بتربط بمشاهد معينه. نعم. مثل ما انت حكيت بالريبورتاج قلت انه عم بيقولوا انه داعش جاي لي والحقوني. صحيح. حكي عن هيدي المخاوف قبل. نفس الحديث حكى لي اياه اليوم
رجع قال لك انا لليوم لا شفته من وقت الحادثه ولوقت اللي انتم عملتوا الروبورتاج انا ما كنت شايف ابن خيي ولا حكي معه ولا كلمه. لليله اللي جيتوا لعنا على البيت وصورته خليت ابن خيي يحكي كل الحكي اللي صار. بس انا بالزياره اليوم لخيي رحت لعنده وشفته، الكلام اللي عم يحكيه نفس اللي عم بقول لكم اياه. بس هو مش اخذ سالفيا اليوم، يعني بالعاده دائما بيحكي عن هاي المخاوف. مش هيدا المخاوف، هو نماله المخاوف الشخص اللي كان عنده. معنا اليوم اذا بدي اعطيك حبه واتفرج عليك فيها بنوم المخاوف اللي عندك. شوف انت بشو متخافه وبلش بنمي لك اياها. يعني هو حكي قبل انه قصه داعش وبتخوفه هالقصص، هيدا حديثنا كلياتنا، حديث كل العالم او بالاحرى حديث كل الشيعة. بشكل خاص هو بشكل خاص حديث كل العالم قلتها قبل احسن ما تقول حديث الشيعة. حديث كل العالم، كل العالم، كل حدا معتدل و وبفكر بطريقه صحيه بيكون كمان بخاف. حديث كل العالم. طيب خليني ارجع لخيك بالتحديد، قلت انه عنده هيدي المخاوف، حكيت عن كريم اللي هو صديقه. صديقه اكثر من صديقه. طيب وبهديك الليله شو عمل كريم شيء مختلف؟ قلت انه وصله لحد البيت، ليش يعني شو مصلحته انه يعطيه هيدي الحبه اللي بتعمل هالقد عم جربوا فيها يعني؟ بدنا التحقيق هو اللي يكشف، نحن طالعين لنعرف الحقيقه مثلنا مثل غيرنا، وما بدها تكون القضيه تبعيتنا قضيه عائلة، بدها تصير قضية رأي عام، لأنه في حوالينا كمان عالم عم بيصير فيها هذا الضرب. حأرجع للعالم، بس أنت قلت إنه هو تحقق معه اليوم كريم وظهر. مش اليوم، الأربعة. أوكي، وأنت كنت قلت إنه حصلت على الفيديو اللي له علاقة بتسكير محله ببرود أعصاب، يمكن ما يكون حتى بهذا النهار هذا الفيديو. لا بنفس النهار. بنفس النهار. والإزاز موجود قدامه، وحتى صوت خيي بالفيديو، إذا بتعلو الصوت، صوت خيي موجود. طب يعني سكر المحل وتركه لحاله ماشي بالشارع عم بهلوس؟ إذا قاعد أنا عم بسكر أنا واحد أو عم بشرب أنا واحد وأنا فصلت يا أختي، ولو ما بدق لمغفر، ما بدق لأهله، ما بدق لحدا بيعرفه، بيتركوا هيك وبيقعد بيتفرج. هو بيروش ولا كمان بيتعاطى؟ أنا هيك حد علمي ما في، بس أنا بعرف كل المعلومات اللي حصلت عليها لهلأ. بالجمعة في مرة أو مرتين تعاطي مع بعض كوكايين وشرب وحشيش. طب وشو وضع التحقيق هلأ؟ إذا بدنا نفوت بقصة التحقيق أنا هلا رح فوت معك بالتحقيق. أنا بطلع لفوق مشان ياخذوا إفادتي بالمغفر، في مؤهل أول عم ياخذ التحقيق. قضية مثل هاي حققوا مع خيك ومع كريم؟ مع كريم من بعد ما أعطيناهم الفيديو لحتى بلشوا يحققوا. من بعد ما صار بإيدهم الفيديو اللي بلشوا يحققوا، يعني لأنه المؤهل الأول طلب مني معلومات عن فلان الفلاني، هو بعيد عنه 2 كيلومتر. 2 كيلومتر مش أكتر يعني. لا بس في يسأل معلوماتك ليقارن معلوماته، هذا شغله بالآخر، ما فينا نحن نقول. مش أنا، مش شغلتي أنا كنت أحري. مش شغلتي أنا جيت أجي أقدم معلومات للمغفر. طيب خي قايل المحل بفلان مطرح، أعطيهم العنوان صحيح، كنت قاعد مع فلان وكل شيء، ولو بنزل بروح بمرق مرق الطريق، مش بتنطرني لإلي لأنا أعطيك معلومات. طيب شو صار بالتحقيق؟ قلي. وصلنا على التحقيق. على قليل جريمة مثل هذه مفروض يعني يكون فيها احترام لهالواقعة اللي نحن فيها. فتنا على غرفة التحقيق، باب مفتوح، كلمتين بعد ما بلش الحديث صاحب لي ضبط بمليون ليرة. قال لي خيك عليه ضبط مليون ليرة نزل لعندي باثنين خمسة لازم يندفع. ضبط شو؟ ضبط مخدرات مليون ليرة. طب انت عم بدك تحقق معي ضبط مخدرات؟ عليه محضر ضبط. كاين نايم بقصة حشيش. معلي مليون ليرة مش دفع. وهيدا قدي عمره؟ أكثر من 5-6 سنين وأكثر. إنه قصدك إنه هيدي كانت الأولوية بظل الجريمة يعني؟ هذا أول شيء قبل ما يفتح المحضر ويقول لي شو فيه، شال لي إياها وحط لي إياها قدامي، قال لي في عليكم ضبط، خيك عليه ضبط مليون ليرة لازم يندفع، هذا وصل لي بتاريخ 2-5 كذا كذا كذا. طلعت أنا من هون عرفت إنه بلش فيه استهزاء، بلشت المسخرة من هون، إذا بدك كلمة أكثر من استهزاء. قلنا له أجلنا إياه هذا الموضوع بنحكي فيه. نعم. بلشنا بالإفادة، فتح كعمش الوراق، اعطيني هويتك، اعطيته هويتي، نشرة عاد. نعم. بلشنا بالتحقيق، قال لي خيك معترف انه هو قتل امك كذا 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 كذا. معترف هو مش عارف الزلمه عم تقول؟ مش عارف. بس معترف انه كان سهران ليله الفلانيه، ليله الاثنين، بين الاثنين والواحد. نعم. ايار سهران عند كريم. نعم. كريم الشفتري. نعم. قلت له طيب عاد، طيب ليش ما استدعى كريم الشفتري؟ ايه قال ما عندنا معلومات هو وين. كريم متواري هلا ولا موجود؟ موجود. خلص التحقيق ورجع كانه ما في شيء عادي. ايه طلع رهن التحقيق.
قال لك ما عندنا معلومات وينه؟ ما عنده معلومات وينه، إذا فيك تزودني بمعلومات. أنا ساعتها شلت له رقم التليفون، قلت له هذا رقم تليفونه لكريم. نعم. بتحب تشوف وصفه؟ بتحب تشوف شكله؟ بتحب تعرف المحل تبعه وين؟ قال إيه؟ أعطيته الفيديو. مين عطاك هذا الفيديو؟ قلت له أولاد الحلال كتار بيعطوني فيديو وأكثر من فيديو. نعم. نحن طب وعلى أساس هذا الفيديو استدعي بس رجع طلع من الموضوع؟ أول شيء كان نكر إنه هو ما كان سهران عنده. بيرجع المحقق المؤهل هو نفسه بيطلب مني بيقول لي بدك تعطيني سي دي للفيديو اللي معك، بعثت له سي دي ودي في دي وبعثت له اياه على الواتساب. نعم. قلت له شرف. بعد ساعتين بيعمل حاله بروح على البيت. طيب حكيت قبل شوي قلت انا قضيتي قضيه راي عام منا قضيه الشخصيه. ما عادت قضيه عادي. ورجعت قلت انه في كثير من هالاشياء عم بتصير. كثير. هي السالفيا اللي ما هي اللي السالفيا اللي مشهوره هلا. نعم. صار احداث معينه يعني؟ يعني في جارنا الحيط بالحيط كبينه على البلدي، كان سهران بجميزة كبوه على البلدي. ايه شو عمل؟ وانا تمنيت رحت لعنده حكيت معه. ايه؟ الزلمة اهله دغري ضبوه وحطوه بأوضة وسكروا عليه. تاني يوم صريخه كان واصل لعنا. دقيقة واحدة. وفي حدا كان صريخه كان واصل لعنا. وفي حدا كمان صار يقوس بطريقة عشوائية؟ ما بعرف أنا هذيك النقطة الثانية عم بخبروني حدا تاني. بس مرعب هذا الشيء يعني الدولة تركي هذا الموضوع يتفشى. طبعاً مرعب. أنا لهالسبب طالع على الإعلام. نعم. أنا أختي قلت لك ماني مدعي على حدا وما بدي أدعي على حدا. بس هيدي القضية لازم تتحول لرأي عام. نعم، على كل حال هذا الموضوع بالفعل لازم يتابع لأنه مسألة مخيفة، يعني ما نقصنا نحن بين شبابنا كمان بعد حبوب هلوسة جديدة وحبوب جرايم هالمرة، بس بدي أعرف منك باختصار لكل الأشخاص هلا اللي ببيتهم وعم بيقولوا إنه قبل قتل بدي كفيلك بدي كفيلك ايه؟ موضوع التحقيق. بس باختصار لو سمحت. مش أنا عم بتحقق، أنا عم بعطي إفادتي بفوت معه واحد معه تنتين عمال أجانب بده يظبط لهم وضعهم بفوتهم على التحقيق. وبيسحبهم ولو انت ما عم تحقق بحادث سياره. نعم. ما عم تحقق ومعي الاستاذ بشير دغر صديق العائله والمحامي تبعنا. طب ما بدي اخي ما بدك تحترمني انا ابن برج حمود، احترم هالمحامي اللي معي. ليه برايك هيك تصرف؟ ما غنم نحن. غنم نحن؟ ايه. نحن بنظرهم تحت ببرج حمود منطقه برج حمود والنبع نحن غنم. طيب انا وقتي خلص بس بدي بمحل معين حسستك كانك عم بتقول محمد مش مذنب. محمد انا ما عندي شك انه خيي مذنب بواحد. ما عندك شك انه مذنب ولا بصفر طيب صفر حتى ما الناس تظلمه لانه ما تحط العنوان انه قتل امه ب 15 طعنه كل العالم تعمل ردة فعل انه مجرم. مش بس كيف علاقته بامه؟ بس اعطيني جملتين عن هذا الموضوع. كانوا يتخانقوا شيء او في شيء بيناتهم؟ أمي إذا كان بتعيط عليه أنا ظلمي عمري 47 سنة إذا حملت الشحاطة أنت أكبر قدر خبطتني فيها على راسي بوتي راسي. وهو كيف علاقته؟ هو بروح ببوس إجرايها. علاقته فيها جيدة جدا. هو بطعميها هو بنظف لها من تحتها. أمي عمرها مرة عمرها 80 سنة مش يوم واثنين. صبي جعفر صغير اللي شفتوه هلا أنتم بالريبورتاج هو اللي مربيه مش عايش عند بيه. لا يمكن يأذيه يعني. هيدي ولا نحن ولا هذا السبب وهذا الدافع اللي انا جاي لعندك وطالع الاعلان كرمال هيك. بس قلت له امك ماتت من وراك شو بعد ما قلت له شو متوقع يصير فيه؟ كثير شغلات. على كل حال انا بدي اقول الله يرحمها لامك والله يشفي ابن خيك والله يشفي خيك كمان والله يشفي كل الناس اللي امي دفناها مره واحده بس هذا خيي بالنهار يمكن رح يموت ألف مرة ويعيش ألف مرة إذا عرف أمي ماتت بسببه. فيكم تحوطوا على كل حال وتتابعوا هذه المسألة وتجربوا أنه يبطل يتعاطى على كل حال مش نحن اللي يعني أنتوا بتتولوا هذا الموضوع واضح أنه أنت واعي لمسائل كتير. بدي أتمنى الشفاء لكل العناصر اللي أحيان بيسودوا وجه الدولة أو التحقيق يعني شفاءهم عقليا إيه مع احترام للناس اللي مريضة عقليا كمان ما فيك تقارن كمان بس أكيد شفاءهم بطريقة التعاطي مع الناس يعني محل معين. قصة السالفيا على كل حال لازمها متابعة ونحن حنتابع هذا الموضوع إن كان وضعك الشخصي أو إن كان تفشي هالنوع من الحبوب اللي عن جد مخيف. بأخذ وعد منك بهذا الموضوع. تأخذ وعد مني بهذا الموضوع. بدك تتابع بني للموضوع أكيد. بدك تتبني لأنه هذا التحقيق لك أنا ماني خسران شيء بقى. نعم. أكثر من اللي خسرته ما راح أخسر. خسران أم خسران خي مكبوب بالحبس أكثر من هيك ما راح أخسر. أنا هذا الملف رايح فيه لوين بيوديني؟ بده يوديني على الموت على الهلاك. إذا كلمة الحق المال بده يغلبها والسلطة بده تغلبها لكلمة الحق أنا أول شهيد لها. أنا أول شهيد لكلمة الحق. كلمة الحق هي اللي بدها تبين. بكفي المال وبكفي السلطة وبكفي الزعبرات وبكفي الفساد
بس توصل لعند هيك نقطة إنسانية مثل هيدي بتخص الرأي العام، حرام بقى، حرام الاستلشاء. أنت قصدك بكل هالحكي إنه كريم مسنود؟ أوكي. يعني بدو اثنين يحكوا فيها مثلاً؟ ايه. مين ساندو؟ بدو أنا كمان أعملها للدولة تحقيقات. خلص خلينا نتابعك الحال. هذا التحقيق بدو يمكن يبين إنه الشخص كمان ما له علاقة أو إنه في تعاطي. أنا أقول لك بداية حديثي وبرجع بذكر أنه ما أنا بشكر وجودك معي علي، وما رح أدعي على حدا. الله يصبركم على الحالتين على كل الأحوال، يعني مكتب النشر رح يتابع هيدا المسألة، ورح يتابع كمان مثل ما قلت قصة هالحبة الجديدة، يعني كان بعض ناقصنا حبة جديدة بهذا المجال. شكرا لك. وعنا كثير بالمنطقة من نصر. شكرا لك معنا لليلة. قبل ما انتقل للموضوع القادم مشاهدينا، بدي أقول لكل الأشخاص اللي عندهم أولاد تحت 18 إنه ما حابين يحضروا الشيء اللي هلأ واصلنا، إنه يحطوهم بغير محل أو يطفوا التلفزيون حتى إذا بدهم، أو يغيروا مكان الغرفة اللي عم بيشاهدوا فيها، لأنه في كلام صادم وبشع. وبدي أقول لكل الأشخاص اللي مؤمنين واللي بيصدقوا بعض المشايخ اللي بياخدون على المهوار، يركزوا كتير منيح على الكلام اللي رح يطلع. مش كل شخص لبس عباية وحط عمامة بيكون يستحق إنه الاحترام ويستحق المقام الديني، وكتار ناس عم يشتكوا أحيان من هذا الاستغلال، وكتار من الأشخاص عم بيقولوا إنه بعض رجال الدين مش بس عم يبتزون مادياً بحجة الرقوة، يعني ما بعرف إذا الرقوة كمان تتطلب شلح، يعني هذا كمان مسألة أخطر بكتير. خلينا نشوف الشريط التالي ومن بعدها منتابع. وصلت معلومات إلى برنامج للنشر عن شيخ معمم وإمام مسجد يستغل مركزه الديني للتحرش بالنساء، مدعياً أنه يقوم بكشف الطالع وعلم الغيب، حيث يطلب من النساء وفي أول لقاء معهن أموراً تتجاوز كل الحدود عدا أنها تتجاوز الشرع والإسلام. وما سترونه الآن ما كنا لنعرضه لولا ورود العديد من الشكاوى، وحرصاً على فتح حقيقة هذا الشخص المتخفي تحت عباءة شيخ لحماية الناس من اعتداءاته. اسمي ليلى. أنا عالم دين، عندي مسجد وعندي دروس. هذا القرآن كل فتحة بغرية 100,000 لمدة مدة غرية مثلاً 300 دولار. طيب إذا أنت بدك 10 صور تدفعين بتمرق يعني. قالوا لك بس ما بسمحك حدا يعرف. إنه والله شيخ اسمه كذا بيفتح قرآن وشين ما بدي يشرح عليه بالناس. هول المشعوذين اللي بيكتبوا كتب وما كتب، هول كلهم كذابين. كتاب الله عز وجل، الله عز وجل جعله شفاء للناس. أنا خيرتي بالقرآن معروفة. بعض الحين بتحس بأوجاع هون، بيقولوا لمحالي بتقولوا لها بتحس بأوجاع. هذا موطن، موطن الجن السفلي اللي عندك الرحم. هو يعني هو 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 ما بعمل شيء غلط، انا ما بكون بده اياك تعملي بالحرام. هيدي مش صدفه، الله هيك بده تيجي لهون. لو ما جيتي هلا انت كنت على مشارف. ما مرض بالرحم، مشكلتك انك انت عندك هرمونات عاليه قويه جدا جدا جنسيا. هي قرينا عم تستفحل فيك، عرفتي كيف؟ هلا عم بحكي تفاصيل كمان انا ما بعرف عنك ومره بحياتي بشوفك، صح ولا لا؟ بس بدي منك توقفي شوي، طلع لك السموم من جسمك. قول وقفي لك هون، وقفي شوي لقلك. عندك خط من الذكريات اللي نزول هيك، حتى بعض الحين بتحسي انه في شوية احمرار من ذكرتك اللي نزول نزول. من الجن؟ لانه انا بيهمني العلامات الموجودة على الجلد. اذا فرجيكي انه شو كيف صايرة، قول لك انه مش من الجنس. هون. ايه بكون بتشوف اللحم. لا ما هو فوق البوب، شو بدي اعمل؟ قربي شوي لعندي. أفرك. ايه بين هيك. لا هلا بلا ما نزل بوب، انا خليه هيك. ما يخلي بوب. بفرجيكي على الذكرى. فك البنطلون. لا. مو لنا مستحق انه يعني مزبوط ما كلك انه مستحق. في كزر من فوق بتبين. انا برق او نزلي نزل البنطلون. ايه شوي بس انا اصبر، انا لابسه هيك خليك شو واذا انا العلاج اللي بعمله بقرا صور قرانيه مخصوصه لازم اقرا لك اياها وانا بشتغل بالبيت. انت مثل بنتي، اذا بدك يعني اعالجك ما تقولي لي لا وما تستحي مني. بس قلت لي شو بقرا القران، قلت لك فكه خليني اشوفه. ما استحيتش. شوف فك البنطلون عم تحكي قصدك. يعني خليني اشوفه، نكون في علامات موجوده بعرف العلامات شو بدها اي صوره. ما فيك تعرفها من القران او شيء؟ عم نحكي دين، ما في لا حياه في الدين. بدي اشوف. انت مستحيه يعني مني؟ مستحق مني. طب خليني اشوف. شرعا مش حرام. مش رح يعني بوقف. ليش رح؟ شو بدي اعمل؟
بدك تتعالج انت يا بنت الحلال؟ بدي اشوفه وين. فهمت علي ولا ما فهمت؟ هلا بس بدك تكرئيني ضروري انا اشرب. لا بريك انت قاعده عادي. ليلى قاعد بقول لك عن النوم اللي بتعملي. بدناش حياء، بدناش خجل، ما بدنا شيء. وين في وجع بدي ارقيه، بدي اشتغل عليه. هلا انت بدك رأوي على مده 7 ايام، كل يوم لازم تجي لهون. ايش يعني بدك ترقيك؟ حطي لي رقيك بريك. رقيكي رأوي، بس هي الرقوي بتاكل معي لانه اسمه رقوه الامام الزمان عليه السلام عجل الله فرجه. هي الرقوه من جد ما حدا بيعرفها، بس نحن اثنين بنعرفها. احد الاخوان علموا اياها الامام الزمان بالمنام وقال له بتعلم اياها يعني. بس غير الفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شوي لعندي. هلا ستين بس تجي نحن نحل حل بس. ممنوع يكون شيء مشدود. هو شيء بخوف كمان انه. بديش هيك تخافي. طيب انا خوف طبيعة. لا ممنوع تخافي. كثير من الأحيان بيحكوا عن تشهير وعن فضايح، المقصود إنه هيدا الموضوع كل شخص بيلجأ لناس بيستغلوه إنه يوعى. يمكن ما في طريقة تانية أحيان غير هالشغلة إنه تخوف الناس، لأنه الكلام المبهم والمش واضح والأخلاق العام ما دايماً بفيد إنه الشخص ينتبه. نحن على كل حال حريصين على إنه ما تكون القصة قصة تجريس، غطينا الوجه وحتى كمان الأسماء ما حكينا عنها وحتى كمان الصوت غيرناه. رح يكون معنا بالستوديو بهذا المحور صاحب تجربة سابقة مع الشيخ نفسه وقريب للشيخ المتحرش، والشيخ زهير قوصان من المعهد الشرعي الإسلامي. رح نبلش بالبداية مع صاحب التجربة السابقة. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. خليني بلش بالشي اللي صار معك، يعني تحديداً هذا الشي صار مع خطيبتك. صحيح 100%. تفضل. بس أول شي خليني أشكر مبنى نيو تي في على مساعدتهم لألي. تفضل. بعتت خطيبتي لعند الشيخ ليرقيها، لأنه من بعد ما العائلة طلبت أنه نوديها لعند الشيخ، لأنه هي كانت عم تملك بضغوطات شغلها، كانت بنفس الوقت أنه بالليل كانت قاعدة عم تحلم بمنامات كثير ما حلوة وكوابيس. فوديناها لعند الشيخ أول يوم، فالشيخ استقبلها وطلب منها انه تحكي له شو صاير معها. فهي طبعا خبرته كل شيء صاير معها، ضغوطات شغلها. نعم. عن منماتها. نعم. وعن كل شيء صاير معها، وحتى اكيد سألها عني وخبرته عني وعنها. اول مره رحت معها انت يعني؟ لا انا ما رحت معها ولا مره، لانه الصراحه بوثق فيها، عندي ثقه فيها. نعم. عميق. اللي كيف تعاطى معها؟ كيف تعاطى معه؟ أول نهار من بعد ما حكي وياه قال له إنه بلش يرقيها. كأول نهار بلش يرقيها و ما في شيء نقال بعد بأول مرة، يعني ما في شيء بعد نقال بأول مرة بيصير الشبهة، ما هيك؟ نعم. أول مرة ما صار شيء بيصير الشبهة. أول يوم لا أبدا. طيب بعدين ثاني مرة شو صار؟ بالعكس، أول يوم كان نصحها إنه تصلي ونصحها إنه تقرأ القرآن، هذا كان أول يوم. طيب تاني مرة شو صار؟ وعطيها أول يوم حجاب، وحتى حكي بالمصاري إنه الرقوة بدها تكون لمدة 7 أيام والمبلغ بحدود ال 4,000 دولار. فكانت أول دفعة لإله كانت عفوا 200 دولار. بس كان بده 4000 دولار على الاسبوع كله يعني. صحيح على الاسبوع كله. طيب. انا ما كان عندي اي مشكله، بس مهم تكون بألف خير. طيب وموضوع التحرش كيف صار؟ موضوع التحرش باليوم الثاني لما راحت لعنده قال لها انه هو باقي سهران طول الليل على راحتها، انه ما تحلم بشيء ابدا بالليل. عم بيصلي لها يعني؟ هيك شيء. اوكي وبعدين؟
وقال حسب ما شاف انه هي معمل لها سحر. اوكي. وهذا السحر لازم يتعالج، بس لازم يتعالج بطريقه ثانيه. كيف الطريقه؟ فكانت حلوله انه الطريقه الثانيه انه تبين ذكرتها وبنازل شوي. بدها تشلح ثيابها لما بده يرقيها. وبدها كمان انه تبين له انه هي ما لابسه شيء ابدا ليشوف العلامات كلياتها الموجوده على جسمها ليعرف شو نوع العمل اللي معمول لها ليشيله منها. واذا ما قبلت طبعا فهذا شيء انه هي رح يصير معها عوارض ورح يصير معها حتى امراض. طب وفي مرحله كان كمان حكي عنها بعد ما تشلح؟ مرحله من بعد ما تشلح ايه؟ اكيد، لان الموضوع ما وقف لهون. الموضوع انه حتى من بينات هول القصص اللي بدي اعالجها فيها انه طلب انه ينام معه. اوكي، زمطت خطيبتك من هذا الموضوع يعني؟ 100%. طيب وبعد تروح انت يعني بهذا الاتجاه؟ الصراحه ابدا. بدأ طبيب نفس القصة مع شيخ بيعرف أكثر بالشغل، ما هيك؟ عفوا ما سمعت. عبول بدأ طبيب نفس القصة مع شيخ أكثر بيعرف بهذا الموضوع بطريقة تانية نظيفة. لا يعني. هي ما عندها مشكلة نفسية أبدا. طيب لا، وأنا ما قصدي أعترض أو أقول شيء، ما أنا بحدد على كل حال، بس على الأقل إنه توجه عند شيخ بيعرف شو عم يعمل من ناحية دينية نظيفة. أكيد ما طبعا مش كل الشيوخ مثل بعضهم، هذا الشيخ حب بس يستغل السلطة الممنوحة له. بالمصاري وبالتحرش. أنا بشكرك على كل حال أنك كنت معنا وخبرتنا تجربتك بشكل مفصل. خليني أروح عند قريبه للشيخ. مساء الخير. مساء الله. شو انطباعاتك عن اللي شفته وسمعته؟ أول شيء يعني شفته ما شفت فيه تحرش أبدا. ما شفت فيه تحرش؟ أبدا ما كان فيه تحرش. إيه. وتاني عم بدي أوجه كلمي للشاب اللي كان عم يحكي لأنه اللي بعد خطيبته ليه ما سجلت بازان وعم بقول انه حسيت عليه وعم بقول انه طلب ينام معه وما بعرف شو، ليه ما سجل لكان الصوت؟ ما شو حدا بيروح عند شيخ بسجل له صوته؟ يعني؟ حدا بيروح عند شيخ بسجل له صوته؟ اذا بدنا حاملين كل وقت مسجلات كيف؟ لا ما هي راح اكثر من مره عم بقول. نعم. راح مرتين. راح مرتين. صحيح، المره الثانيه لما اجى حملت حالها بدها تفل اجى عم بوقفها فهي حملت حالها عيطت عليه وظهرت. ايه. فأكثر من مرتين ما راحت. أقولك حيجي شاب لعنا ويحكي هيك قضية شخصية هالقد صعبة إذا مش صاير تحرش رسمي؟ بتصير أكيد إذا عنده مشكلة. طب إذا ما اسمه تحرش هيدا شو اللي اسمه؟ يعني في رقوة بلا تياب؟ في رقوة بلا تياب؟ ما شفتش عليه رقوة بلا تياب. ما صارت هو عم يحكي حكي ما شفتش شيء. لا عم بحكي عن الفيديو. ينطلب الفيديو شو قال؟ انطلب إنه تشلح تيابه. قال له شوفي اللي موجود، ما قال له اشلحي تيابك، قال له شوفي اللي موجود هون. ما بدي استعمل التعبير اللي قاله بصراحه. عم بقول لك الله شوفي اللي موجود هون، ما قالش لحت يابك كلك ولازم تشلح تياب، بس بعد لا بس قال له انه في اشياء بدها تفكها مبدئيا كاول مرحله، وقال له انه بدي اشوف جزء من جسمك وانه شغلي من هون وبالنازل وانه ما تستحي ما انا شيخ عم بعالجك، هيدا عدا قصه المصاري يعني خليني بالتحرش لحاله، يعني اذا كل هيدا منه تحرش شو التحرش لكان؟ والرقوه اللي شفناها كلها كيف كانت الرقوه؟ كيف كانت الرقوة؟ معقول التحرش على شو حط لك يعني في حدا؟ طب انا معك بدي امشي معك للاخر انه ما قال لها فكي. قال لها فكي وشوفي اللي موجود هون. شو قال لها؟ قال لها فكي ايه وشوفي اللي موجود من تحت وشوفي الموجود؟ ايه قال لها شوفي شو موجود هون هلا قال لها اياه. لهي تشوف ولا هو؟ لهو يشوف ولا هي؟ هذا بصبوه. طيب شو بيصبوها تبع هذا بيصبوها ساعتها هلا صراحة بتعرف احيانا يعني القصص بتكون كثير واضحة، إذا شخص بيقول إنه كان في غلط أفضل ما ينكر يعني، الشغلة كثير واضحة. مش واضحة لدرجة انه يقولوا تحرش، ما فيش تحرش بالموضوع ابدا، ما انه باين التحرش. شو هو هيدا رقوة؟ بالضبط هي قلتيها. رقوة مع شوية طلبات خاصة. إذا بتسميها طلبات خاصة ما شفناش طلبات خاصة فيها ابدا. طيب وقصة المصاري؟ انه بفتح انا القرآن ب 100 دولار وب 300 دولار و شو رأيك بقصة ال 4000 دولار طالما أنت مش مصدق الزلمة بلاه، بس الشيء اللي شفناه على الفيديو. إيه الشيء اللي شفناه على الفيديو هلا إذا بدك تعمل حجابات، أي حدا بيعمل حجابات بده
طيب شو الله الله بدي اطلع لك على الجبل اكل حال. هيدي وجهه نظرك يعني، خلينا نشوف. في كثير معي كباب وجهه نظر مش بس لحالي، بس الشاب اللي كان عم يحكي له بعض خطيبته، اول مره انا اشوف حدا خاصه عنا هون بلبنان بيبعت خطيبته بيسمعها هالشيء كله، انه هو بضل ساكت، هو انه ما قرب ما توجه لعنده ما حكي معه ما ما عصب عادي اللي اجى توجه. ما بدي فوت كثير بتفاصيل، بس البنت اللي كانت عنده ظهرت غريبه يعني، خلينا لا مش مزبوط طيب مش مزبوط هالحكي مثل ما بدك حكي هو من عنده حكي مثل ما بدك. قلت وجهه نظرك على كل حال، وما بتصور في حدا بيطلع بيحكي عن شيء صار مع خطيبته بهالطريقه وبهالتفاصيل. هلا هلا هو مش عارف هو خطيبته مش عارف اذا خطيبته ولا لا. هلا اذا خطيبته هي هي القصه، ولا انه اي بنت بس بتتعرض لهذا الموضوع. خليني روح عند تفضل بدك تقول شيء؟ ايه بليز تفضل. بفهم منك انه انا انت ما كان بدك ياني اجي لهون، بفهم منك انه لازم بدك ياني اعمل مثل ما انت ممكن كنت عملت اذا صارت هالحادثه مع حدا من عائلتك، انه اجي لعندك على البيت وفوت فيك فيها قضيه شرف وكرامه، صح؟ هذا هو الشيء اللي كنت طالبه مني؟ بالضبط هذا هو الشيء اللي كنت طالبه هذا الشيء اللي كنت طالبه لك لو الشيء اللي عم تحكي مزبوط. لا بحب اقول لك انه مش بهالطريقه باخذ حقي، مش بهالطريقه، لانه اول شيء الصبيه خطيبتي اخذت لي حقي وانا حملت حالها وفلت ما ظلت موجوده. بحب اقول لك هذا الحكي ابدا مش مزبوط الحكي، بين من طريقه حكيك مش مزبوط الحكي، بين من طريقه حكي بالضبط. ليه شو عرفك انه هيك بين من طريقه حكي؟ انه انت مش ضروري كنت قاعد معك عم قاعد معك، مش ضروري كنت قاعد معك عم كان موجود وقت، اكيد مش ضروري هالشيء. طيب على كل ما حدا ما بيقدر يدافع عن الشخص طيب. القريب منه، وانت كمان اكيد عم تدافع عن الشخص القريب منك وبعيته كثير قريب منك. طيب انا بس عندي سؤال للشخص القريب، يعني ليه حدا بده يفتري على رجل دين؟ يعني في كثير قصص بتصير. شو له مصلحه شخص يفتري؟ شو له مصلحه شخص يفتري على رجل دين؟ بقدر لو بعرف المصلحه الشخصيه كنت حكيتها، بس في كثير امور بتصير. طب هيدا هل الحكي هيدا بيعني انه نحن انه كان مستعد الشيخ انه يبين وجهه ويحكي بجرأة كبيره وما كان في داعي نغير صوته طالما هو بريء وعم يرقي بس؟ يعني بفهم بترجع لي انه لما حدا يكون عارف حاله شو عم يعمل شغل نظيف مثل ما انت عم بتقول ايه؟ وحدا عم بجرب يوثق له سمعته، ما بيطلع بجرأة بمكشوف وبصوته بيقول انا بريء وهيدا الرقوه؟ يمكن يرجع يطلع ما بعرف، يعني عم بحكي شو عم انا عم بحكي بوضع تاني. طيب على كل حال يطلع ايدي ما بتعرف شو بصير. طيب انا عم بحكي على الشاب اللي كان عم يحكي على قصة خطيب. يعني انت بتنصح كثير اشخاص يقصدوا هذا الشيخ للرقوه بعد؟ ما بفهم انا بنصح، انا مش عم بحكي مش موضوعي هون بنصح بنصح. طيب. انا موضوعي بالشيء اللي صار انه هذا العنوان ما بتحذر يعني ما بتحذر، خليني اخذها هيك ما هيك؟ مثل ما بدي اخذها بس لا برجع لا لا اعرف. طيب خليني ارجع لعندك فضيلة الشيخ، شفت المشاهد وشفت وجهتين نظر، قل لي انت شو وجهه نظرك بهذا الموضوع؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. في البدايه بغض النظر عن التفاصيل والشخص مين هو وشو وضعه، فنحن في شيء الرقيه بالاسلام مساله معروفه ومتداوله وما في اي اشكال فيها، وحتى محاوله التداوي والاستشفاء ببعض التعاويذ القرانيه او الادعيه او الاذكار هذا امر طبيعي جدا ويمكن لأي إنسان أن يمارسه سواء رجل دين أو إنسان عادي عنده معرفة وحافظ القرآن الكريم أو الأدعية أو الأذكار التي يمكن أن تنفع في هذا المجال. بيطلب اللمس والكشف؟ هذا اللي بدي أقوله. أنه أول شيء نحن بغض النظر عن تسمية الشيء اللي شفناه على الفيديو تحرش جنسي أو غير تحرش جنسي، حتى ما نفوت بأمور قد تفسر بشكل آخر. بس أنت كيف شفته على كل حال؟ هل أنا اللي شفته أنه أصلاً ما في مبرر، ما في مبرر. الإنسان اللي بده يعالج بالقرآن الكريم أو اللي بده يعالج بالرقية الشرعية سواء بالقرآن أو الأدعية أو الأذكار أن يطلب من المعالج أن ينزع ثيابه أو أن يستدعي ذلك أن يمس بعض المواضع أو ما شابه ذلك. نعم. لأنه مسألة العلاج بالقرآن أو العلاج بالأذكار والأدعية هي يكفي فيها تلاوة هذه الآيات تلاوة هذه الأذكار على نية الشفاء، إن سلمنا بأنه يمكن التداوي بمثل هذه الأمور حسب ما يعتقد البعض. نعم. أما مسألة أن يطلب من المريض أن ينزع ثيابه أن يتعرى بطريقة معينة أن نلمس بعض المواضع الحساسة في جسد الإنسان المعالج لا سيما إذا كان المريض المعالج امرأة، فهذا أمر لا مبرر له من الناحية الشرعية ولا موضوعية له في مسألة التداوي بالقرآن والعلاج. ولذلك نحن من وجهة نظرنا كجهات شرعية بغض النظر عن الشخص من هو ولأي جهة ينتمي ولأي مذهب أو أي طائفة أو دين، نحن نرفض هذا الأسلوب ونرفض هذا النوع من الابتزاز الذي يتم
انطلاقا من الموقع أو المنصب أو المقام الذي يشغله هذا الإنسان. نعم. غير مسموح لإنسان ما أن يستغل موقعه الديني أو موقعه الاجتماعي أو السياسي ليصل إلى مآرب خاصة، سواء على مستوى تحرش جنسي أو على مستوى ابتزاز مالي أو على مستوى جمع أنصار ومؤيدين، كما فهمت أنه وصل هذه الرقية، رقية إمام الزمان وما حدا بيعرفها إلا أنا وكذا، وعلمني إياها أحد الأشخاص. هذا كلام معمم، يعني رجل دين معمم، يعني مش ما بتصور هذا الكلام له واقع. نعم. عندنا من وجهة نظر شرعية ومن وجهة نظر دينية، ولا يحق لأي إنسان أن يدعي هذه الدعاوى. ونحن على قائل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلذلك نحن بننطلق من خلال هذا المنبر، فبتمنى لما بتنطرح قضية إلها علاقة بأي شخصية دينية، سواء كانت على مستوى المسلمين أو على مستوى المسيحيين، سنة وشيعة أو في أي موقع، سواء ما يتعلق منها بالحجاب، سواء ما يتعلق منها بمسألة العلاج أو إلى آخره، أن تعرض هذه المسائل بشكل موضوعي ومع أشخاص ذا خبرة في هذا المجال، حتى على مستوى رجال الدين. ما نجيب أي إنسان، يعني أحياناً ببرنامجكم صحيح، يعني هذا مشكورين على هذا، ولكن أنا نتيجة ما رأيناه في حلقات سابقة سواء في هذه المحطة أو بمحطات أخرى بهذا البرنامج أو برامج أخرى، كان في أحياناً يظهر هلأ بقصد أو بدون قصد أنه في كأنه عملية توجيه ضد الدين وضد رجال الدين. فمنتمنى انه نحن ما عم بتهم، بس عم بقول كانت تظهر كانه هيك. فلذلك نحن بتمنى عليكم وعلى كل المحطات وكل البرامج اللي بدهم يعالجوا مثل هيك مسائل ان تعالج بشكل موضوعي بشكل عقلاني، وان توضع النقاط على الحروف حتى لا يفهم انه هناك حملة ضد الدين. أي لا كان سواء هي مش حملة، هي مش حملة ضد الدين ولا حملة ضد رجال الدين، ضد الأشخاص الذين يستغلون الدين للوصول إلى مآرب شخصية. وصلت الفكرة أيا كانوا ولأي دين أو مذهب انتموا. وصلت الفكرة. بس تعقيبا على الشيء اللي قلته قبل ما أختم هذه الفقرة، هي الصدمة اللي بتصير إنه رجل دين معمم أو حد عم يحاضر بالدين يجي يستغل الناس، هي صدمة. وأنا ما حكيتك بعد عن الجانب المالي، لأنه بفتح ب100,000 وبفتح $100، يعني هذا لحاله بيحكي عن حاله. على كل حال، لو نحن ما متحاملين ابدا على رجال الدين، بالعكس نحن طالبين انه انتم كرجال الدين واعيين انتم تتدخلوا بهذا الموضوع، واحترمنا سريه هذه المساله. نحن رح نطلع بريك مشاهدينا، ومن بعدها بنتابع بقيه محطاتنا. بشكرك. للنشر بعد قليل. للنشر يحذر من سرقه الاعضاء في غرف العمليات. يا اخي انا طبيت كرمال بحصه، كيلوتي راحت ليش؟ وين وديتوها؟ للنشر يبث تسجيلاً لمروان شربل يبرر فيه تسلح الأسير. في تطبيق قانون السير، حاميها شوفوا شو عامل فيها. دخل ليعالج مسألة بسيطة بكلوته أو حتى ليفجر بحصة بكلوته، ظهر بلا كلوة على الآخر. خلينا نشوف الروبورتاج ونسأله شو صار. وكأن اللاجئين أو النازحين إلى لبنان لا تكفيهم معاناتهم، ليقع البعض منهم ضحية المتاجرين بالأعضاء، وهذه المرة من خلال استئصالها دون إذن صاحبها أو حتى علمه. إنها جريمة بكل معنى الكلمة. قاظم حيدر لاجئ عراقي في لبنان منذ 5 سنوات، دخل إلى مستشفى سبلين الحكومي لتفجير الحصى في كليته، ليفاجأ باستئصال هذه الكلية كلها دون إعلامه بذلك. إنه إحنا تعرف لاجئين لا حول ولا قوة. في شخص اسمه طارق بمؤسسة مخزومي قال لي راح أوديك أنا على مستشفى قرش واحد ما تدفع، مستشفى سبلين الحكومي. جابوني على الحكيم اسمه الدكتور بلال ترو، طببني على الغرفة بيها تلفزيون صغير وطلع لي انه الكلية والبحصة. قال لي هاي راح افتح لك سنتيم. عادة من العملية انه قالوا لي ترى كليتك شالوها. انا ما مصدق، شنو كليتك شالوها؟ هاي الفتحة سواليها هالقد، هاي ام السنتيمتر هالقد، يعني يصير؟ يعني يا اهل اراويها ما حد راح ينجن، حتى الاراويها راح ينجن، والله راح ينجن. هاي ام السنتيمتر ايش يسوون بيها؟
لو احي انسان انطيه اياه من كل قلبي، بس ما لي سرقون كليتي. لا انا لو بايعها لو عندي شيء ما كنت اطلع على التلفزيون. يا اخي انا طبيت كرمال بحصه، كلوتي راحت ليش؟ وين وديتوها؟ راويتوني اياها، ورجيتوني اياها، بس ورجوني اياها انه حتى ارتاح انا نفسي ترتاح. يعني انا لا مقع على شيلو كيلوتي لا قايل، ولبس الدكتور ما قال لي، قال لي انه انا راح اشيل كيلوتي. ومستشفى سبلين يقول انه بثناء العمليه ثبت انه كليتك مضروبه. وشلنا كليتك؟ اذا شلتوا كليتي ورجوني كليتي. الله وكيلك انطيه اياه من كل قلبي، بس ما لي اخذوها من عندي بدون علمي. لا والله يا اخي انا اريد حقي بس اريد من عندكم. بين مسؤولية المستشفى أو فرضية وجود وجه آخر للحكاية، كان لفريق للنشر اتصال بالطبيب المعني بالقضية، وهذا رده. بس مش مفروض مريض تخبره انك بتشيل له كليته يعني؟ حبيبي إذا أنت عم تعمل عملية لمريض وطلع عندك شغلة بالبطن، عنده شغلة بتفوت بتفيق وبترجع بتعمل له عملية بترجع بتعمل. بس ما قبل بنهار لازم نبين معه. أنا على إعلام 12. على شيل الكلوي ماضي؟ لا مش ماضي على شيل الكلوي، ولا كانت تحت عملية يعني تحمل بأني كنت بدي أخذهم، يعني فيني فيقه وارجع أعمل له عملية ثانية، بس ما فيكش فيقه وضع كلوي ما فيكش تكسره وتتركه وتبقى تعمل له بعد شهرين أو بعد جمعة أو بعد جمعتين أو بعد سنة يكون موقع عملية ريموت. هو بقول إنه ما دفع ولا قرش، وفي حدا من قبل مؤسسة مخزومة اسمه طارق هو اللي أخذه لعندكم. هو كان يطلع علينا 20-30% حكومة من المستشفى إنه معك مصاري. إذا بده فيني أرجع أطبه وفيني رح يتشكى علي بالقضاء. يعني حكيم كرمالك أنا عم بحكي. يعني حاولنا بهالمحطة انه نجيب مدير المستشفى مقابلك، وحاولنا انه نجيب حدا من وزارة الصحة، وحتى حاولنا انه طبيب مختص يكون معنا، والثلاثة كانوا عم بيرموا الطابق لعند بعض. خلينا نسألك بالتحديد حيدر، حيدر قازم، شو صار؟ شو جاي تقول اليوم؟ شفنا بالروبورتاج الاشياء بالتفصيل، شو جاي تقول اليوم؟ والله يا اختي انا كنت عاني، كنت قبل اراجع سيدة المعونات. نعم، سيدة المعونات كان دكتوري اسمه رغيد خوري، الله يحفظه، يعني إنسان طيب وإنسان يخاف من الله. نعم. وعملت عملية وخلالي ميل، وبعدين ورا مدة تعرفين أنا لاجئ عراقي هنا، يعني نعم. عيشتي صعبة، يعني كانت مؤسسة مخزوم تساعدني بالشهر 200 دولار. ما خبروك هن أنه أنت عندك مشكلة بكلوتك؟ لا ما خبروك قبل بوقت؟ ابدا، لانه من خلى اكمل لك، لانه دكتور رغيد خوري يعرف انه انا حط لي ميل. نعم. بعدين طلبوا من عندي سيده المعونات 8 ملايين. الامم المتحده احنا كلاجئين عراقيين بلبنان يدفعونا 75%، وال25% كنا نروح لمكتب السيد. نعم. سيد السيستاني او مكتب السيد الحكيم يساعدنا. نعم. لانه احنا لاجئين وعراقيين وهم هم عراقيين يعني. فكان يساعدونا 25%، الله يوفقهم لو ما هم احنا وين نروح. فالمهم اخر شيء 8 ملايين، ضليت حاير ووجع 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 عندي. شافني شاب اسمه طارق بمؤسسة مخزومي، وهسه طارق هو مطردين بالمؤسسة، شنو على شنو ما اعرف. نعم. هسه حاليا هو مو بالمؤسسة مطرود. يمكن يكون هو قابض عليك قصدك يعني؟ الله معروف. اعلم، انا ما اعلم، بس انه هو وداني قال لي حيدر راح اوديك الصيدة المستشفى وقرش. طيب. واحد ما خليك تدفع. انت قلت انه في شخص كمان كان نايم معك بغرفة العملية. انا شفت واحد أنه... عمره بالفوق. نعم. 50 سنة. يعني كأنك عم تلمح انه هو اللي اخذ الكلوة. انا ما شفت كلوتي يا اختي، انا ما موقع حتى بعد ما شيلوها. اذا قالوا يعني هي مضروبه ما شفتها قبل اليوم العمليه. نعم. يا اختي الله شاهد كفيلك الحسين ما كذب انا. طيب. قبل العمليه ورجاني بالسونار قال لي دكتور نفسه بلال ترو قال لي راح افتح لك فتحه اهلد. نعم. واشيل لك البحصه والميل. نعم. شنو تشيل كليتي على اي سبع شنو؟ طيب. تفتح هيك تفتح لي نص متر ببطني، شو ذنبي انا؟ طب استاذ حيدر انت هلا بدك توجه رساله لحدا، لانه كمان ما نعرض عليك تعويض على هذه المساله. ابد الله شاهد. طيب وجه رسالتك لمين بدك تقول؟ انا ارجه رسالتي الى وزير الصحه اللي كل العالم تمدح به ويقولون انسان حقاني، وانا انسان لاجئ بهالبلد ومسؤول علي الامم. نعم. المتحده بقسم الحمايه انا موجود، وخلف الله على يعني لو ما يعني وين اروح؟ انا اريد اناشد منظمات حقوق الانسان،
أناشد اللي رحت اشتكيت عندهم ورحت ما اهتموا لي ريستارت ليش؟ لأنه وكلية شالوه من عندي ما حد اهتم لي لا ريستارت لا الأمم المتحدة وين أنا أروح؟ أنا إنسان غريب بهالبلد. معك حق يا معك حق يا حيدر لكن هل هذا موضوع؟ أنا عراقي لعد لو تصير باللبناني ما يسكت اللبناني بس لأنه أنا لا عراقي. لا ما حقك ما تسكت هيدا موضوع إنساني ما له علاقة بجنسية الشخص يعني وهذه مسألة برسم وزير الصحة لأنه هذا تعدي على الناس وعلى أعضاء وعلى لو أنا مقطع ميخالف لا توقع يا أختي. نحن رح نتابع هذا الموضوع بعرف إنه مؤلم كتير وإنه الحكي فيه يعني بوجع كتير. وكمان سكوت عنه بوجع أكتر على أمل أنه يكون وزير الصحة أو أي حدا مختص بوزارة الصحة سمعنا هلأ ليتابع هذه المسألة لأنه وصلت لهون يعني بمحلات كتيرة وبخلافات كتيرة عم يعملوها بعض الأطباء وبعض المستشفيات على أمل يتحقق بهذا الموضوع ويتبين إذا الكلوة مضروبة مثل ما قالوا أو في مسألة يقول كبينها أو في مسألة عم بتكون القصص فيها تجارة. خلينا ننتقل لموضوعنا التالي مشاهدينا وموضوعنا التالي هو موضوع أخذ ضجة بناء على الشهادات اللي انقالت بالمحكمة العسكرية والتسريبات اللي تمت. نعم أخذت الأسير على قصير بيقول محسن شعبان ولكن بمواكبة القوى الأمنية. لا ما أنا اللي جبت له سلاح بس بعرف أنه بيأتي بالسلاح بمباركة الوزير الداخلية بوقتها مروان شربل. ضيوفنا بهذا المحور حيكونوا كتار بنشوف الروبورتاج وبعدها نعود. نعلن عن تأسيس كتائب المقاومة الحرة بدءا من صيدا. أشعل أحد موقفي عبر المحكمة العسكرية اللبنانية باعترافه أنه أوصل الشيخ أحمد الأسير إلى القصير لكن بمواكبة سيارات قوى الأمن الداخلي اللبناني. على السيارات كلكم على السيارات. ثم بادعائه أن الأسير تسلح بمباركة وزير الداخلية مروان شربل. الخبر أثار حفيظة هيئة المحكمة فطلبت ما يثبت هذه الادعاءات فيما رد الوزير شربل نافياً. أصبح من الضروري جداً تأليف كتائب مقاومة صيداوية تتخطى غير أن العودة بالزمن إلى أيام الأسير واعتصاماته ثم تصريحات نجم الساحة في تلك الفترة الوزير شربل يكشف سوء الفهم حول كل ما قيل. وإليكم تصريح الوزير الذي فسره موقفه عبر مبرراً لحمل السلاح في كتائب أحمد الأسير المسلحة. عم يحكي عن موضوع إطلاق مقاومة جديدة أو كتائب المقاومة الصيدوية. يطلق المقاومات اللي بدهن إياه بس ممنوع ظهور مسلح على الأرض اللبنانية. بده يروح يقاوم بالجنوب. إنه إذا الأسير سلح 3000 واحد وحطوا سلاحتهم بالبيت شو المشكلة؟ أمام هذه الوقائع هل يفتح الباب أمام إخلاء سبيل بعض مجموعات الأسير التي لم تقاتل الجيش لزعمهم أنهم حملوا السلاح لقتال العدو الإسرائيلي؟ مشكلتكم أنتوا الصحفية مشكلتكم البعض منهم بتصدقوا الكاذب وبتكذبوا الصادق. بهالموضوع مشاهدينا رح يكون معنا الإعلامي سالم زهران عبر الهاتف ورح يكون معنا الوزير السابق مروان شربل عبر اللينك ورح يكون معنا الشيخ محي الدين نسبية عضو المجلس الإداري بقوى والحركات الإسلامية وبناء على طلب الوزير اللي حب أنه ما يكون في أي مواجهة معه بهذا الموضوع رح ناخذ شهادة كل شخص على حدة. خليني بلش مع الشيخ محي الدين. مساء الخير. مساء النور. خليني أخذ وجهة نظرك بهذا الموضوع يعني هذه التسريبات اللي انقالت هل هي بتفرجي انه في شيء لصالح الاسير حيكون انه مش الكل شاركوا بالمعارك مثل ما انقال؟ الملف بعبره ملف القضاء اللبناني قسمه الى اربع مجموعات اتهاميه دان القرار الاتهامي اربع مجموعات. المجموعه الاولى والثانيه اللي هي حملت سلاح وقاتلت الجيش وهذا الملف نحن ننتظر فيه أن يتم القضاء حكم النهائي فيه. أما المجموعة الرابعة والثالثة اللي هي هودي المجموعتين اللي ما حملوا السلاح وهذا منصوص عليه بالقرار الاتهامي. القرار الاتهامي ينص على أنه ما في سلاح كان محمول من قبل هذه المجموعات. في سلاح وما استعمل ضد الجيش ولا ما في سلاح؟ لا لا هو ما حملوا سلاح نهائيا حتى في منهم ما كان موجود بالمعركة أو بيوم بالمعركة. حتى أنا أحدهم ومنهم محسن شعبان اللي أنت كنت عبتلي أنا التقيته ببيت مفتي الجمهورية بنفس اليوم اللي كان فيه المعركة. طب يعني أحمد الأسير بالثالثة ولا بالرابعة ولا بالأولى خارج نطاق المعركة نهائيا
وأدين وصنف من المجموعة الثالثة، وهذا صنف من المجموعة الثالثة وأدين بالقرار الاتهامي يطالب بمحاكمته على 335 وهي تقرب من محاكم من حكم 10 سنوات مع الأشغال. نعم. طيب الشخص اللي أمثال هؤلاء يعني اللي ما حملوا السلاح وما قاتلوا مع الأسير، ما الجرم الذي نسب إليهم بهذا الموضوع؟ القرار الاتهامي عم بيقول قال انتموا إلى مجموعة مسلحة للنيل من هيبة الدولة وخاصة الجيش اللبناني. طيب ما الجيش اللبناني بالتحديد والأجهزة الأمنية كلها كانت تتواصل مع الأسير وكانت تجلس معه وتبارك أعماله تبارك أعماله؟ ليش فجأة؟ تبارك أعماله؟ نعم نعم. إذا كان أنا إذا كنت أنا بدي أعمل اعتصام بالبقاع، أنا عم بدي أطلع من صيدا للبقاع وبدي أعمل اعتصام، هذا الاعتصام كان ما يتم إلا بترخيص من المحافظين، ترخيص غير المباركة. لا بس ترخيص بمعنى أن الترخيص أعطي من الدولة. نعم أوكي. هذا الترخيص من الدولة بدي يطلع الشيخ الأسير كان من البقاع من صيدا إلى البقاع بسيارات كانت تواكبه قوة أمنية. طيب من بتواكب قوة أمنية بهذا هذا قبل أحداث عبرة موجود. عم نحكي قبل أحداث عبرة وهذا بعد إعلان حركة كتاب المقاومة الحرة. نعم. واللي نحن شايفينه أنه الكتائب المقاومة الحرة أعلنت على الهواء مباشرة. طيب. يعني هو عم بيقول هالكلام كله سوا. طيب أنا بشكرك أنك كنت معنا الليلة ووضحت وجهة نظرك. خليني أخذ الإعلامي سالم زهران على الخط. مساء الخير. مساء الخير تتويمة. بيقول ما الجرم الموجه إليهم؟ أول شيء أنا مش مقرر أني جادله لأنه ما يخذ قرار من وقت طويل، ويمكن معه الخبر بإدارة البرنامج أن كل من هم يحاكمون في المحكمة العسكرية لا يحق لهم لا الكلام على الهواء ولا يحق لنا النقاش معهم. هذا باعتقادي وبرأيي. أنا عندي كلام ينقال بخصوص الوزير مروان شربل. تفضل. بعرف الوزير مروان شربل في دافع عن حاله أكثر مني، بس أنا مؤتمن أني أقول بصراحة، واليوم صار فينا نحكي لأنه صار خارج وزارة الداخلية، يمكن لو بعده وزير داخلية لا دفعنا عنه ولا حكينا عنه. أنا أول إعلامي اشتبك مع الوزير مروان شربل بخصوص أحمد الأسير يوم كان الجميع صامتا وبعتقد على شاشة الأو تي في وعشية معارك عبر، ويوم تدخل الوزير مروان شربل بمداخلة تليفونية وصار في مشاجرة وتلاسم بيننا وبينه، وكنا نتهمه بأنه يسير ويسهل الأمر أحمد الأسير. بعدها ورح أحكي لك الحادثة مثل ما هي، دخل الوزير الصديق الأخ يوسف السعادي بمباركة من سليمان بنك فرنجي واجتمعنا سوا نحن والوزير وتصارحنا وتصالحنا. بعد أول جلسة طويلة وكانت أكثر من ساعتين طلعت بخلاصة قلتها للوزير الداخلية مروان شربل وبده يسامحني رح أقولها هلأ على الهواء. قلت له أنت نحن غلطنا بحقك بس أنت غلطت بحق حالك أكثر، نحن ظلمناك صح بس أنت ظلمت حالك أكثر، كان لازم تطلع على اللبنانية وتقول أنه كل خطوة عملتها اتجاه أحمد الأسير كانت بقرار من الحكومة وتحديدا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. نعم إذا بدنا نكون موضوعيين مع بعضنا البعض، وزير مروان شربل كان ينفذ تعليمات الرئيس نجيب ميقاتي. نعم. وكل خطوة اتجاه أحمد الأسير كانت خطوة بمباركة من نجيب ميقاتي وبقرار من نجيب ميقاتي، وكان يتصرف وزيرا بمرؤوس لرئيس اسمه نجيب ميقاتي. إذا بدنا نكون موضوعيين علينا أن نحاسب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي غذى تلك المجموعات والذي كان يعتقد أنه يستطيع أن يستميل الشارع السني بين هلالين عبر تغذية تلك المجموعات. نعم. أنا باعتقادي الوزير مروان شربل بمحبة ظلم نفسه عندما صمت وعندما قرر أن يكون في الواجهة تبني أحمد الأسير لم يكن قرار من وزير مروان شربل. نعم. وهذا الرجل أنا أعرفه. وضحت الفكرة أستاذ سالم. لا يعني الفكرة. أحمد الأسير لا من قريب ولا من بعيد. نعم وضحت الفكرة وأنا بشكر مداخلتك معنا لليلة. خليني أنتقل مباشرة للسيد الوزير. مساء الخير. مساء الخير إلي كل اللي حكيه. مثل ما سمعت من الحكي اللي نقال أنه كأنه في تذكير أنه هناك خطأ ارتكب وهناك ارتكاز على قرار حكومي مش على قرار شخصي، شو بتقول بهذا المجال وشو بتقول بمجال الشهادات اللي طلعت كمان؟ أول شيء ستنا بدي مسيكي. أهلا وسهلا. وهنيكي على هالبرنامج الحلو. شكرا. يعني اللي بيسمع الحلقة اللي انعملت قبل ما أنا أطلع هلأ بيقول لك وين صرنا،
برافو عليك عم بتضوي على امور كثيره يعني عم بتوعي الناس. وانا بدي اقول برافو على فريق العمل لانه مش شطارتي لحالي. تفضل. طبعا برافو على الكل وعلى المعدين والمخرج. شكرا. واللي عم بيقدم. شكرا. اول شيء انا اذا بدي بلش احكي بهالموضوع هذا انا بتذكر انه الفيديو اللي انعرض انا قلته من 3 سنين وقلته على التلفزيون وما استحيت ابدا بهذا الموضوع. وانا بعرف انه احمد الاسير معه سلاح قبل ما انا اعمل وزير. قلت بكلمتي بقصد بكلمتي انه السلاح بيكون موجه سلاح كل اللبنانيين بيكون موجه ضد العدو الاسرائيلي ما بيكون موجه ضد الجيش اللبناني ولا الاجهزه الامنيه ولا الوزير ولا الوزير بيقدر ولا رئيس الجمهوريه بيقدر ولا رئيس الحكومه بيقدر ولا الحكومه كامله بتقدر ترخص لحدا انه يعمل مجموعات قتاليه. بقى هذا اللي انا بحب وضحه ست ريما وبحب اقول لك اياه. انا هذا الموضوع كثير انأذيت منه لانه بدل ما يهنوني بوقتها انه انا شلت الخيمه لاحمد الاسير رغم اللي تعرضت له من مخاطر امنيه نسيت العالم التشنج السياسي اللي كان قائم والتشنج الامني اللي كان قائم والمظاهرات اللي كانت تصير مظاهرات مضاده يوقفوا ضد بعضهم احداث طرابلس قطع الطرقات خطف اللبنانيين باعزاز الخطف المضاد اللي صار. يعني انا عشت بمرحله من اصعب المراحل يلي بتمرق على وزير من وقت خدنا الاستقلال لهلا. وقدرت انا بحنكتي وبارادتي وبجلدي قدرت اني حاور الجميع وانزل على الارض واني اعمل اللي عملته. انا حقيقه راضي ضميري ومرتاح كثير على كل نعم. اللي عملته. بس يمكن قصه انه الخيم والتشنج حضرتك يمكن لما بصير في شهداء من الجيش بصير الحكي هذا كثير حساس. لا ستنا لاقول لك شغله الخيمه اول شيء صار في تفاوض ووقت اللي انا طلبوا مني اني اشيل الخيمه طلب مني كان الحكومه بتعرف رئيس الحكومه بيعرف ووقت اللي انتقلت انا لحتى اشيل الخيمه كان الكل على اطلاع فيها. يعني لا انا عم بقول حضرتك قلت نسيوا الناس قصه الخيمه ونسيوا قصه التشنج بالشارع ونسيوا يمكن لانه صار في شيء ابدا من الكل واللي هو استشهاد اطلاق نار على الجيش. لا مش نعم لا انا عم بحكي هذا قبل اطلاق نعم النار. نعم اي فهمت عليك انا عم بحكي بس ربطا بما سمي بين مزوجين مباركه السلاح يعني اذا فينا نقول بمحل معين او لا 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 او شرعنه السلاح نعم ما سمعت او شرعنة السلاح. ما حدا بيقدر يشرعن السلاح لا الوزير ولا اللي خلق الوزير بيقدر يشرعن السلاح. شو هالحكي؟ انا ما بحكي كلام ما بقدر نفذه. ما انا ما بحكي كلام نعم. غير قانوني. انا محترم القانون والكل بيعرفه. وسبق وقلت لك انه السلاح معه لاحمد الاسير قبل يمكن قبل ما انا اعمل وزير. وانا لحتى بحديثي اللي انت سمعتيه هلا على بالفيديو عم بقول لك لاحمد الاسير ولكل اللبنانيين اللي حاملين سلاح، السلاح يوجه للعدو الاسرائيلي المشترك ولا يوجه بوجه الجيش اللبناني ولا يوجه ضد اللبنانيين. طب اللي حملوا سلاح من جماعه الاسير وما قوصوا على الجيش برايك ابرياء؟ ستنا مش انا اللي بقرر هالموضوع، المحكمه هي اللي بتقرر الموضوع. طب بسؤال اخير اذا بتحب يعني تجاوب عليه واذا بتحب ما في مشكل، اللي نقال قبل شوي من قبل الاعلامي سالم زهران انه كان في لقاء وكلام قال انه انت كنت نوعا ما مرؤوس من حكومه معينه هي مسؤوله عن هذا الكلام، شو ردك عليه؟ ستنا انا ماني مرؤوس من حدا، انا وزير مستقل، انا وزير مستقل. بس اللي حكاه صاحبنا الزميل سالم زهران هو بيعرف وانا حكيت هالموضوع انا وياه وحكيته على الاعلام مره واثنين وثلاثه واربعه وقلت انه الوزير لما راح شال الخيم لاحمد الاسير ما شاله من تلقاء نفسه، شاله من بعد مفاوضات تدخل فيها الحكومه وتدخل فيها رئيس الجمهوريه كان على اطلاع وتدخل فيها رئيس الحكومه كمان. نعم
وحتى مسألة الشيء اللي نذكر هلأ مثل ما شفت حضرتك بالروبورتاج اللي له علاقة بالشهادات وبالسلاح، هذا كان اطلاع عام منكم من الحكومة، مش قرار شخصي أو مش كلام شخصي. لا لي أنا أول شيء أنا ما فيش مونيتر قدامي، مش عم بسمع صوت بس بدون صورة. بتحب عدلك السؤال؟ إيه نعم. لا لحضرتك قلت هلا انه انا ما باخذ قرارات من حدا يعني. طبعا طبعا نعم. كل وزير مستقل بوزارته طبعا، بس بينفذ تعليمات، بينفذ الاوامر اللي بتصدر من مجلس الوزراء اكيد. نعم. رئيس الحكومه لوحده ما بيقدر يامر الوزير، ولا انا بقبل اني انا حدا يامرني. نعم. هذا القرار اتاخذ من بعد مفاوضات طويله عسيره وشاقه لحتى قدرنا شلنا خيم أحمد الأسير، وطلعت القرعة. نعم. على وزير الداخلية أنه يروح يشيل الخيمة. معلش أنا تحملت المسؤولية لأنه أنا معود كضابط أنزل على الطريق وأتحاور مع كل الناس. انشالت الخيم وبقدر بقلك أنه أهالي جنوب ما عاد أعرف مين يتلفن لي ويهنيني ويشكرني على هالمعترين اللي كانوا يقعدوا ساعتين وثلاثة ليوصلوا على جنوب، وكمان من الاقتصاديين اللي موجودين بصيدا لأنه الاقتصاد تبعهم ومحلاتهم تسكر ثلاث ارباعها. نحن بنشكرك على كل حال، بالإضافة للأشخاص اللي شكروك أنك سهلت حياة المواطنين بهالمحل. بس الكلام الآخر اللي نقال أنه إذا هن تسلحوا مشان يقاوموا إسرائيل نوعا ما بيكون سلاحهم مشروع، يعني أي فرقة هلأ بتطلع بقيادة مين ما كان فيها تقول أنه أنا كمان بأخذ سلاح وبقوص على إسرائيل؟ لا يا ستنا، في تنسيق مع الجيش، هن بيعرفوا أساسا أكثر مني ومنك أنه وقت اللي بدنا نحارب اسرائيل بده يكون في تنسيق مع الجيش اللبناني، تنسيق مع الاجهزه الامنيه، وبده مثل ما الجيش عم بيرعى كثير هلا من حمايه الحدود الشرقيه مع 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 مع, مع سوريا، والكل مفروض يكونوا منضبطين. يعني ما نظري على التسلح هيدي المساله، يعني لا ينقال انه اذا ما قوصوا فيهم يكون معهم سلاح. هيدي الزريعة خلت نقال بالمحكمة، والمحكمة اللي بتقرر مش وزير الداخلية اللي بيقرر بهالموضوع. أنا بشكر وجودك معنا الليلة. دقيقة واحدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا وصلنا لختام برنامجنا لليلة، مواضيعنا كانت كتيرة مثل ما شفتوا، نحن على طول جاهزين نسمع نقدكم وانتقادكم لنحسن بعض أكتر ولنستقطب مواضيع بتهمكم دايما. على موعد أسبوع الجاي تمام 8:30، لاقونا. في تطبيق قانون السير حاميها شوفوا شو عامل فيها. رجعنا من الباي، يبدو اني كنت مستعجلة عليها بمحل. بدي ارجع اقول لكل المشاهدين انه حلوة العودة على كل حال. بدي اقول انه الارقام اللي طلعت قدامهم على الشاشة هي الارقام اللي فيهم يراسلون عليها، وخاصة كمان الاشخاص اللي بيحبوا يشوفوا حالهم بفيديوز مهضومين او عندهم رسالة معينة بيحبوا انه يوصلوها للبرنامج، بالاضافة لمواضيع اكيد جدية اللي فيهم يبعتوها على الواتساب لنكون على طول إلى جانبهم. بدي استغل الفرصة انه رجعنا، وبدي اشكر فريق العمل المجتهد واللي عم يعمل كل جهده ليكون هالبرنامج عند حسن ظنكم. باسمي الشخصي بشكرهم. هذا كان كل شيء لليلة، أسبوع جاي برجع بلاقيكم. باي.